لي معكم برنامجنا الصباحي، مرحبا بكل الناس اللي انضمت والتحقت لنا الآن. برنامجنا الصباحي راهو في البداية، مختلف الفقرات المواضيع، أيضا الضيوف راهم في انتظاركم إلى غاية الساعة 10 إلا ربع. ابقوا دائما على تواصل معنا عبر مختلف صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا موجود الإيميل دائما في خدمتكم، يستقبل كل اقتراحاتكم انتقاداتكم آرائكم وحتى مشاركاتكم في مختلف المواضيع. لما ننسوا أيضا رقم الهاتف اللي دائما يظهر أسفل الشاشة ودائما في خدمتكم، اللي هو 023-71-98-71 023-71-98-71. أكيد نفتحه بين الفترة والأخرى، بين الحين والآخر، في فقرات التفاعلية من أجل مشاركة المواطنين والمشاهدين، ربما تجاربهم في الحياة، تجاربهم الشخصية في مختلف المواضيع ومختلف ربما الأشياء اللي تهمكم أنتم واللي دائما نعالجوها في برنامجنا الصباحي. أما الناس اللي مازال ما خرجوش في ديورها، الناس اللي تشرب في قهوتها، نقول لكم صحة قهوتكم، بداية يوم موفقة وبداية أسبوع أيضا موفقة. لكن قبل ما تخرجوا من دياركم ضروري ومهم جدا تعرفوا أحوال الطقس وتتعرفوا على الوضعية الجوية خارج المنازل، خاصة في ظل التقلبات اللي يشهدها مختلف مناطق الوطن. باش نتعرفوا أكثر وأكثر على التفاصيل، خلونا نقول صباح الأنوار لزميلتنا آسيا. صباح الأنوار آسيا. صباح النور يوسف، صباح النور، صباح الخير لكل المشاهدين. إذا آسيا، سخانة سخانة، برودة شوية، شتيوة، تقلبات جوية، حكي لنا أكثر وش كاين في الوضعية الجوية. نعم يوسف، فيه اضطرابات جوية نشطة الفعالية كنا عرفناها خاصة بالمدن الداخلية خلال نهاية عطلة نهاية الأسبوع، أيضا مستمرة لكن راح تبدأ إن شاء الله تتحسن الوضعية الجوية ابتداء من قولوا ليلة اليوم وصباحة الغد إن شاء الله. إن شاء الله. يلا خليك تعطينا تفاصيل أكثر حول الوضعية الجوية لنهار اليوم. شكرا لك يوسف. خلال صباحة هذا اليوم تستمر الاضطرابات الجوية على المناطق الشمالية من الوطن، الوسطى، الشرقية وحتى الغربية من البلاد، أمطار رعدية في بعض الأحيان على السواحل ضمن المدن الداخلية، تدريجيا تصل إلى المناطق الصورة وأقصى الجنوب الغربي من الوطن. تبقى السماء أيضا ملبدة تماما على شمال الصحراء، مدن الواحات على وسط الصحراء وأغلب المناطق الجنوبية. خلال ظاهرة اليوم نفس الوضعية الجوية بالنسبة للمناطق الجنوبية، سماء غائمة تماما مع أمطار رعدية على الجنوب الغربي من الوطن، سماء مستقرة على أقصى جنوب الجزائر أيضا بمنطقة تندوف مع تسجيل تطاير الرمال بفعل الرياح القوية، وهذا على أغلب المدن الجنوبية، أيضا استمرار الاضطرابات الجوية بالمدن الشمالية من الوطن. بالنسبة لدرجات الحرارة المسجلة صبيحة هذا اليوم، درجات الحرارة الدنيا ستصل إلى 5 درجات كأن مقياس بمنطقة الجلفة، مسجلة 8 درجات بقسنطين على سطيف برج بوعريريج، على قالمة أيضا وتبس 14 درجة بالسواحل الشرقية، مسجلة 12 درجة بالجزائر العاصمة، بوهران مسجلة 10 درجات 20 درجة بأدرار، على برج بج مختار 23 بعين قسام. خلال ظاهرة اليوم درجات الحرارة القصوى ستصل إلى 26 درجة بتندوف، 28 بأدرار، 29 بعين صالح، 22 بغرداية وبسكرة، مسجل 29 درجة بورقلة وحسم سعود، حتى على تمن راس مسجل 41 درجة كأعلى مقياس بعين قزام، 20 بجزائر العاصمة، 22 درجة بأعنب الطرف والقلاع، الجيجي الوسكيكدا 17 درجة على كل من قسنطينة سطيف، على برج بوريريج أيضا بالسواحل الغربية، على وهران شلف ومستغانم. بالنسبة لحالة البحر، سيكون البحر عموما مضطرب على طول الشريط الساحلي، رياح شرقية تمام سرعتها تصل حتى 40 كيلومتر في الساعة. المعلومات الفلكية، وقت غروب الشمس لهذا اليوم سيكون على الساعة 6:55. نشكركم على المتابعة، عودة إليك يوسف وبرنامج وفقرات برنامج شروق مورنينغ. شكرا لك آسيا وشكرا أيضا على كل تفاصيل توافينا بها يوميا. شكرا لك. إذا عودة لكم، عودة متجددة، تحية طيبة، تحية رائعة لكل المشاهدين، لكل الناس اللي رتشاهد فينا الآن وكل أوفياء برنامج الشروق مورنينغ. يلا تقولوا أيضا للناس اللي مستعملي الطرقات الحيطة والحذر، روحوا بالعقل بالنسبة للناس المسافرين، بالنسبة للناس اللي عندهم خرجات اليوم، نقول لكم بالعقل، تربحوا ربما صحتكم، تضيعوا شوية وقت، بضع الوقت ضيعوا في الطريق طبيعي، ولكن الأكيد أنه توصلوا لعائلتكم وتوصلوا لأولادكم وتوصلوا
لأهاليكم بصحة وسلام إن شاء الله يا ربي. فقط خلوني نذكركم أيضا بالمواضيع اللي موجودة ولا محتوى حلقتنا لنهار اليوم. عندنا في فقرة التغذية رح نحكو على التغذية السليمة لمختلف الأمراض المزمنة. أكيد أنه الأمراض المزمنة تستاهل ويجب علينا العناية خاصة في الصحة الأكل، في صحة الأكل خليني نقول لازم نتبعوا حمية غذائية صحية وسليمة. هذا الشيء اللي ينصحوا به الأطباء والخبراء. الأكيد أنه راح تكون معنا مختصة في التغذية باش تعطيكم تفاصيل أكثر وأكثر على هذا الموضوع. في فقرة الطب راح نحكو على مختلف الأمراض التي تمس الظهر، كنا حكينا على جزء منها في العدد السابق، ولكن راح نواصل على مختلف الأمراض تمس العمود الفقري والظهر بصفة عامة. وفي فقرة المواهب أكيد الباب مفتوح للجميع، راح نحكو على التصوير الفوتوغرافي وسينما الموبايل. كما قلت سينما الموبايل لولاد تأخذ رواج كبير عند الشباب مؤخرا، خاصة أنه الموبايل سهل الاستعمال وخفيف محمول في أي وقت، نقدر نصور ونصور فيلم بالإضافة إلى مختلف الدول في العالم، ولا يديروا ولا يقيمون مهرجانات للسينما الموبايل. راح نتعرفوا أكثر وأكثر على هذا الموضوع بلا ما ننسوا فقرتنا القارة اللي راح تكون حاضرة معنا في هذا اليوم من محطات رياضية. أكيد راح نجولوا من خلالها على أبرز وش جديد عالم الرياضة في العالم كله. أيضا موجودة معنا محطات معلوماتية اللي من خلالها نديروا جولة ونتعرفوا على أبرز الدراسات في المختبرات والجامعات خليني نقول العالمية. وفقرات زابينج اللي نديروا جولة في العالم باش نتعرفوا على أهم وأبرز الأحداث والأخبار المتداولة في العالم، ونروحوا في جولة خفيفة بين وكالات الأنباء العالمية. مشاهدينا الكرام، بداية كل عدد نحب دائما نستفتح برنامجنا اليومي بحكمة يخيرها لكم فريق إعداد برنامجنا. أكيد نقول لكم راسلونا، أبعتونا في الإيميل، وفريق الإعداد دائما يقع الاختيار على حكمة معينة، فيدروا شنو هي الحكمة لنهار اليوم وش راح تكون حكمتنا والموضوع ديالها. كل مرة نحكو على الصبر، مرة نحكو على قيمة معينة، لأنه موروثنا الشعبي مدرسة وفيه الكثير من المعاني والعبر. نقول لكم فقط راسلونا وبعثونا اقتراحاتكم على الإيميل الشروق مورنينج 2022@gmail.com. نروح إلى محطة أخرى في هذا الأثناء، وهي معرض الصحافة اللي من خلالها ندير جولة بين ولا قراءة سريعة خليني نقول على أبرز المواضيع وعناوين الصحف الوطنية العربية وحتى العالمية، وأبرز ما تداولته الصحف في عالم السياسة والمجتمع والثقافة والفنون. إلى معرض الصحافة وراجعين إلى بلاطو الشروق مورنينج باش نكملوا. يلا أهلا بكم إلى معرض الصحافة لنهار اليوم، والذي نجول من خلاله على أبرز وأهم المواضيع والعناوين التي تداولتها الصحف والجرائد الوطنية العربية والعالمية. والبداية بجريدة الشروق اليومي، والتي عنونت صدر صفحتها وكتبت: عازمون على الجزائر قوية. هذا ما صرح به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. في الشأن الخارجي، مدريد الخاسر الأكبر والمخزن يجني السراب. في الشأن الداخلي، رئيس حمص الجديد يمد يده للجميع. وفي الرياضة، ثورة بالماضي في صفوف الخضر تشعل حماسة الجزائريين. نبقى وإياكم في موقع الشروق أونلاين ونرى أهم المواضيع وأكثر المواضيع تفاعلا على موقع الشروق أونلاين. في صدارة المواضيع، احتلت أسعار اللحوم البيضاء اتفاق بين الوزارة والمنتجين على هذا السعر خلال رمضان. هذا هو الموضوع الذي احتل أهم المواضيع تفاعلا على موقع الشروق أونلاين. ثاني المواضيع، قضية استعمال السكر في الخرسانة، حجز 11 طنا بمصنع بالجزائر العاصمة. في المركز الثالث، تعديل حكومي لعمامرة ورزيق وآخرون يغادرون قصر سعدان. وفي المركز الرابع، إقصاء أزيد من 86 ألف مستفيد من منحة البطالة لهذا السبب. وفي ذيل الترتيب، موضوع رياضي، جمعية برتغالية ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم، تشويه لسمعة الحدث الرياضي.
من موقع الشروق أونلاين اخترنا لكم هذا الموضوع والذي عنوانه كالتالي: عازمون على جزائر قوية في رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة عيد النصر. هذا ما كتبه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خليني نقول أو في محتوى هذا الرسالة جاء: جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السبت عزمه على بناء جزائر قوية من خلال إعادة الاعتبار لقيمة العمل وتثبيت ركائز أمنها القومي، مؤكدا أن ما تم تحقيقه هو حصاد تمسكنا بوحدة الصف. وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 61 لعيد النصر الموافق 19 مارس من كل عام: أجدد في هذا المقام عزمنا على بناء جزائر قوية وإعادة الاعتبار لقيمة الجهد والعمل وتثبيت ركائز أمنها القومي، معبرا عن ثقته بأن ما حققناه معا هو حصاد تمسكنا بوحدة الصف وسهرنا على تكاتف الجهود. وذكر الرئيس تبون في رسالته أن الاحتفاء بعيد النصر هو مناسبة متجددة نستمد منها طاقة محاربة المظاهر البائسة والاندماج في توجهات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى مختلف النقاط التي تقرؤونها في هذا المقال. إلى مقال آخر وعنوانه كالتالي: رئيس حمص الجديد يمد يده للجميع. السيد حساني تعهد بالتعاون مع السلطات والطبقة السياسية. وجاء في محتوى هذا المقال الذي كتبته زميلتنا أسماء بهلولي: زكى أعضاء مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم عبد العالي حساني رئيسا بالإجماع دون دخول أي منافس آخر على الخط، بينما انتخبوا كلا من أحمد صادوق وناصر حامدوش وعبد الكريم دحمان نوابا للرئيس. وجدد عبد العالي حساني مدير التنظيم السابق في حركة مجتمع السلم نفسه مرشحا واحدا في الساحة لخلافة مقري على رأس حمص، بعدما قرر عبد المجيد مناصرة الذي سبق أن أعلن عن نيته في الترشح الانسحاب الصامت طواعية، بعدما تأكد بأن الكفة ستميل بنسبة كبيرة لصالح حساني، وهو الأمر الذي رسم بصفة نهائية مباشرة بعد الاجتماع السري لأعضاء مجلس الشورى الجدد. من موقع الشروق أونلاين ننتقل وإياكم إلى جريدة النصر والتي عنونت صدر صفحتها وكتبت: الجزائر تحررت من دوائر الفساد وانطلقت في التنمية. الرئيس تبون يؤكد هذا بمناسبة عيد النصر. تقرؤون أسفل الصفحة الأولى لجريدة النصر: أعضاء الحكومة الجدد يلتزمون بتجسيد برنامج الرئيس بعدما تسلموا مهامهم أمس. تقرؤون على الصفحة الأولى في الشأن التربية: نتائج الفصل الأول أظهرت تحسنا مقارنة بالسنوات الماضية. وتقرؤون أيضا على الهامش الأيسر: تحقيقات في تسيير ممتلكات ببلدية قسنطينة. في موضوع آخر: تزكية عبد العالي حساني رئيسا جديدا لحركة مجمع السلم. وفي الرياضة: لايسكا تفقد الصدارة والموك تحرق آخر الأوراق. من جريدة النصر اليومي ننتقل وإياكم إلى جريدة المساء اليومي والتي عنونت صدر صفحتها وكتبت: نسابق الزمن. أو رئيس الجمهورية في رسالة إلى الجزائريين بمناسبة عيد النصر: نسابق الزمن لبناء جزائر قوية، خطوات وطنية شجاعة لاستدراك والتكفل بمصالح البلاد. تقرؤون أيضا على صدر الصفحة: الرقمنة، الاستثمار، الأمن الغذائي وبريكس، امتحان الكفاءة للوزراء الجدد. تقرؤون على الصفحة الأولى: توليفة الرئيس تبون للمزيد من الفتوحات الدبلوماسية. وتقرؤون أيضا: النتائج الفصلية الأحسن منذ 5 سنوات والإنجليزية ممتازة في الابتدائي. نقرأ وإياكم أسفل الصفحة الأولى: إصلاحات جديدة لتحريك جمود الاستغلال المنجمي.
في موضوع آخر، رفع قرار تجميد البناء بهذه البلاد البلدية أقول وكولونيالية جديدة تضرب كل تقارب جزائري فرنسي. وفي الشأن الثقافي، لأول مرة ميلاد المسرح الوطني الصحراوي. من جريدة المساء اليوم ننتقل وإياكم إلى جريدة أخرى، وهذه المرة إلى جريدة الجمهورية، والتي عنونت صدر صفحتها بموضوع رياضي: مولودية وهران العهد الجديد بعد سنوات من الأزمات والصراعات وانعدام التتويجات. تقرؤون أيضا على صدر الصفحة: العمامرة وكسالي ورزيق أبرز المغادرين. وتطرقت أيضا إلى تعديل حكومي يمس 11 حقيبة وزارية. تقرؤون على الصفحة الأولى لجريدة الجمهورية: الرئيس تبون يتلقى دعوة رسمية من نظيره بوتين لزيارة موسكو. وتقرؤون على الهامش الأيمن: على الفلاحين التكفل في تعاونيات للاستثمار في شعبة القمح. أما على الهامش الأيسر: الفريق أول شنغريحة يشرف بعين قزام على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية. إلى ولاية وهران، الخبرة الجزائرية رائدة عربيا وإفريقيا حسب وزير التكوين المهني. إلى غليزان وفتح 5 أسواق تضامنية. في ولاية التيارت، السردين ب400 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد. بولاية معسكر أيام إعلامية بالمركز و 552 للتدريب بالغمري. وفي الشأن الثقافي، تعيين عبد القادر جريو محافظا لمهرجان الفيلم العربي بوهران، بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تقرؤونها في جريدة الجمهورية. من جريدة الجمهورية ننتقل وإياكم إلى جريدة الشرق الأوسط، والتي كتبت في مواضيع دولية مختلفة، وأبرز العناوين جاءت كالتالي: 20 عاما على الزلزال العراقي. في موضوع آخر: تنسيق مصري تركي لقمة أقول بين السيسي وأردوغان. ترامب يتوقع اعتقاله الثلاثاء ويحشد أنصاره. وبوتين في القرم تزامنا مع ذكرى ضمها، بالإضافة إلى مختلف المواضيع الدولية والعربية التي تقرؤونها على صفحة أو الصفحة الأولى لجريدة الشرق الأوسط. ننتقل وإياكم إلى جريدة لو فيغارو. جريدة لو فيغارو التي تطرقت مرة أخرى إلى الأزمة السياسية في فرنسا والمظاهرات بسبب تغيير نظام التقاعد. تطرقت أيضا في موضوع آخر إلى أزمة البنوك في أوروبا. وتطرقت أيضا في موضوع آخر كموضوع رئيسي إلى الأزمة الأوكرانية وما علاقة بولونيا وسلوفاكيا بالموضوع. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا في معرض الصحافة. شكرا على كرم المتابعة والإصغاء، في أمان الله. إذن مشاهدينا الكرام، في فقرة التغذية هذه المرة راح نحكي على التغذية أو الأكل الصحي الذي يساعد في التخطي أو في الوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة، أكيد مع المختصة أو مختص التغذية اللي راح حاضر معنا في هذا الأثناء، ماسيليا زواغي. ماسيليا، صباح الأنوار. صباح النور يوسف. بشفع عليك، قالوا لي بدي كنتي مريضة. درسة برك معليش، مهم وشي مشكل تغذية أو الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك، وشكرا أيضا لوفائك لجمهور ومتابعي برنامج الشروق. كما قلت رح نحكو على مختلف الأغذية السليمة والصحية اللي تساعدنا، خاصة بالنسبة للأمراض، الناس اللي عندها أمراض مزمنة. بداية، ضرورة، ما هي أهمية وضرورة اتباع حمية غذائية صحية وسليمة، خاصة بالنسبة للناس الأمراض؟ يوسف، على بالك بلي الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، دايوغ كيفاش نعرفوا مرض مزمن؟ هو مرض اللي ما يتعالجش كما نقولوا دو جوغ أو لوندوما، ماشي زعما اليوم نروح عند طبيب يشخص لي المرض يتعالج. يقدر في فترة من الفترات يتعالج، يعني على مر شهور ولا سنين ولا، بصح في معظم الأحيان الأمراض المزمنة هي أمراض ما تتعالجش. نلقاو مولاها ديما عنده دواء ياخذوه كل يوم ولا يوم بيوم ولا كل سمانة يسيتيغا. جميل جدا، قلتي نقطة أكثر من رائعة، قلتي المريض نلقاو عنده دواء دائم، ولكن ما نلقاو
يسمعوش عنده غذاء صحي دائم. اكزاكتومون، والعلاقه ما بين الدواء والغذاء بزاف بزاف مهمه. دوك حنا كي مثلا نحكموا واحد عنده مرض السكري وراو ياخذ الدواء تاعو بيان كوم يلفو، بصح التغذيه تاعو ما راهيش مليحه، هذاك الدواء يقدر ما يواسيلو والو، شغل يقدر ما يعاونوش. ناخذوا الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، انت تاخذ الدواء تاعك تاع ارتفاع ضغط الدم بصح تاكل بزاف الملح، هذاك الدواء ما حيدير لك والو. الناس مثلا اللي عندها ليبوتيغويد يخم والغده الدرقيه، بصح هي تاخذ اغذيه اللي ما توالمش الدواء تاعها، دونك الدواء تاعها ما حيدير لها والو. ولكن الى غايه اللحظه رانا في 2023 نشوفوا الناس ربما حتى ولو ان الامراض المزمنه كما السكر لا طونسيون وغيرها امراض خلاص تعيش معها الانسان، ولو انه ما تعودش ومازال ما تعرفش كيفاش يعيش صحيا معها. تلقاه كل واحد فينا في الدار عنده واحد من الاهل ديالو عنده السكر ولا لاطونسيون، ولكن لحد الان ما عندناش ربما ثقافه صحيه وسليمه كيفاش نعيش صحيا مع هذا الامراض. تلقاه يشرب الدواء ويقول لك معليش انا نشرب الدواء. هي الثقافه الغذائيه ولا الصحيه احنا كامل ما عندناش في بلادنا، لانه ما تعلمناهاش من الصغر. كي نجو نشوفوا ابسط الاشياء، كي نجو نشوفوا البروغرام تاع القرايه تاع الاطفال تاعنا، انا بيرسونيلمون ما نشوفش باللي يقراو على التغذيه، يقراو على الثقافه الغذائيه، يقراو على حوايج واحد اخرين اللي بالك اقل اهميه من الغذاء والتغذيه. دونك هذاك الطفل كيما حنا كبرنا بهذيك العقليه، كي نكبروا ما عندناش الثقافه الصحيه والغذائيه. وهاد الناس خاصه اللي يديروا بزاف في بالهم باللي كيما قلت انت كي ياخذوا الدواء تاعهم خلاص شغل هذاك الدواء ولا حيدير لهم كلش، بعد ما يلقاوش نتيجه، لانه يلقاو بعد خلل في ليزاناليز ممهومه يجوهم بزاف. والاسباب دائما تكون من التغذيه. من التغذيه نعم. لانه قلت لك الدواء تاعك وحده ما عنده ما يدير لك. الدواء راح يرقلي لك بالك حاجه ولا زوج. مثلا نعطيك مثال، خمول الغده الدرقيه كنا هضرنا عليها مقبل في عدد سابق، الدواء تاعها ما راحش يعاون يرقلي لك كامل هذوك الهرمونات وراح ينحي لك يزيد لك هذاك اليود اللي راه ناقص لك وكلش، راح يحل لك مشكل واحد هو هرمون واحد برك. والتغذيه واش ممكن توفر لك؟ التغذيه واش ممكن توفر لك؟ هي هذيك الغده الدرقيه كي تموت، ماشي تموت نقولوا تخمل ترقد، راهي بزاف دي فونكسيون اللي يحبسوا، راه الجسم تاعك ماهوش يحرق لك في الماكله مليح، ما راهوش يدير عمليه الهضم مليح، ما راهوش يخبي لك في الماكله. طيب هل كاين مواد غذائيه تخلي الجسم يحرق مليح؟ خلي طبعا طبعا، احنا علاش المره اللي فاتت نصحناهم قلنا لهم خذوا الياف مليح، ديروا اكتيفيتي فيزيك، كنا نهضروا ثاني على بزاف اغذيه قلنا ماشي مليحه لهذا المرض، وهاي اغذيه اللي مليحه لهذا المرض، وكل مرض عنده اغذيه مليحه ليه واغذيه ماشي مليحه ليه، بصح الواحد لازم يوازن. ما كي تروح عند انا النصيحه اللي نمدها لهم نقول لهم زعما عندك داء سكري، رحت عند ديابيتولوج تاعك كي تكمل جوز عند مختص تغذيه. ضروري يكون مختص تغذيه مرافق للطبيب. ودوك هذا واش راهم يديروا الاطباء؟ راهم يبعثوهم بعد ما يجوزوا عندهم. جميل. ابرز الامراض المنتشره في المجتمع الجزائري اللي هي لاطونسيون السكر، ولان كما يقولوا المعده هي مركز الداء، فضروري اولا هل هناك علاقه في التغذيه بين هذا الامراض والتغذيه الصحيه؟ يعني كسبب نعم بيان سور، هذه الامراض كامل سبب تاعها تغذيه غذائي. مثلا نهضروا على داء السكري، الاسباب تاعها هي كي نكونوا ماناش مرض بداء السكري، ناكلوا بزاف سكريات، ناكلوا بزاف اكل فيه سعرات حراريه بزاف عاليه، معناتها يكون فيه بزاف بالك الدهون، بروتينات ماشي مليحه، الدهون ماشي مليحه، سكريات ماشي مليحه. بمعنى ماشي مليحه؟ ماشي مليحه معناتها النوع تاعها ماشي صحي. نعم انتوا شون كيما نهضروا مثلا على دهون مشبعه وغير مشبعه، كنا فهمنا من قبل باللي الدهون المشبعه هي هذيك الدهون اللي تيبس كي نشوفها كيما زيت النخيل، هذيك من بعد في الجسم تاعنا هذا واش تقدر دير هذه الامراض. نقدروا نحكيو كسبب ثاني في الديابيت في داء السكري لا سيدونتاريتي، القعاد بزاف، الواحد ما يتحركش، لا كونسوماسيون تاع الكحول تاع الكول. دونك راك تشوف باللي الاسباب راهي اكثر من 70% غذائيه. دائما مشتركه تؤدي الى مختلف الامراض. مختلف الامراض كيما مثلا داء السكري دوكا راهو يقول لك باللي حتى هو يقدر يكون سبب باش تجي لاطونسيون بعده، ولا العكس، الناس اللي عندهم لاطونسيون ممكن هما ماهمش ياكلوا مليح وكلش يقدر يجيب باش السكري بعده. وكما رانا نشوفوا الوان وماكولات غذائيه اكثر من رائعه تشهي، اكيد راهم صباح الناس يتقهوا، ولكن احنا ندوهم شويه الى تغذيه صحيه وسليمه. نرجع ربما الى هذا الصور باش نعلقوا عليها صوره صوره. نبداو بهذا الصوره الاولى. هذه صورة فيها بزاف الأخضر، كي نقولوا الأخضر معناتها كلوروفيل، كلوروفيل هذا سيت أنتي أوكسيدون، هو ملون يمد اللون الأخضر للغذاء تاعنا، وسيت أنتي أوكسيدون مضاد للأكسدة. عمل اللي يديروا مضادات الأكسدة هي أنه يحكم يدخل في الجسم تاعنا يخرج لنا كامل واحد لي ديشي اللي نسموهم شوارد الحرة. هاد الشوارد الحرة هادو سي دي ديشي تاع كامل العمليات اللي نديرهم في الجسم، قال راني نتنفس راني نمشي يعني ندير عمليات يبقاو لي دي ديشي لداخل. أنا نشوفوا البروكلي، نشوفوا لي شو دو بروكسيل، نشوفوا التفاح الأخضر، لافوكاد، نشوفوا أنا هذيك اللي مرحية
بالك جاب لها بيس لا سبيرولين ولا حاجه مرحيه هكذا. انا حسيتها ملوخيه. بالك. قادره. لا لا. فلفل وكلش دونك هادو. والفلفل الاخضر ايضا اللي عنده قيمه غذائيه عاليه جدا. قيمه دايوغ شوف مادام دايرينهم مع بعضهم من هيك على جال لا فيتامين سي اللي فيهم. كان بزاف ناس دير في بالها باللي لا فيتامين سي كاينه غير في التشينه بزاف. التشينه صح. لكن في الفلفل وفي التفاح كاين اكثر من التشينه. دونك هادو راه مع جال كلوروفيل على جال لي زونتي اوكسيدون اللي نحولنا هاد الشوارد الحره. طيب قبل ما نروحوا الى لون اخر نروحوا الى التفاح. تحديدا وشنو هو الفائده تاعو ولا اللون الاخضر وشنو هو الفائده تاعو في معالجه الامراض وامراض التغذيه؟ التفاح كونه يحتوي بزاف على لا فيتامين سي يعاون باش يسقم لو سيستيم ايمونيتير الجهاز المناعي تاعي دونك يخلي الجسم تاعي يدافع مليح على كونتر كامل هذوك الامراض اللي يقدروا يجوا لي مالادي اوتو ايمين امراض المناعه الذاتيه ايسيتيرا. فيه تاني بزاف الالياف والالياف تاعو عندها قيمه غذائيه بزاف كبيره شغل الالياف قويه دونك يدخل في المعده تاعي يدخل خاصه في الامعاء في الكولون تاعي راح ينظفو تري تري بيان ما يخليش لي توكسين ما يخليش بقايا السكر ما يخليش بقايا الملح وكلش ينظفهم. قلنا تاني بلي فيه الكلوروفيل دونك هذيك البيغمون هذاك لونتي اوكسيدون مضاد الاكسده يقدر ينحي بزاف هذوك لي غاديكو لي بغي لي ديشي وهاد لي غاديكو لي بغي يوسف عندهم علاقه كبيره مع سرطانات سي بور سا كي ناخذوا حاجه فيها دي زونتي اوكسيدون نقول لقيت نفسي من السرطانات. جميل جدا. هذه بالنسبه للاغذيه اللي فيها اللون الاخضر، وشنو هما باقي ربما الماكولات اللي رانا نشوفوا فيهم في الجهه الاخرى؟ رانا نشوفوا في الاخضر عندنا هذوك، وشنو هذوك يوسف؟ اللي راه من الفوق مع التفاح والفلفل. لوز. لا لا هذيك الورقه الكبيره. هذاك سلق. واش يقولوا له اون فرونسي؟ باليش نعرفوا السلق. بالعربية سلق وكاين بزاف ناس يسموه لي زيبينار الوغ كو ماشي لي زيبينار هذوك هذوك يقولوا لهم لي بلات حنا في لا لي زيبينار حاجة واحدة أخرى لي زيبينار حاجة واحدة أخرى فوالا كاين بزاف ناس يغلطوا ويعملهم هذو هما لي زيبينار لي فغي زيبينار لي زيبينار هما الورقة هذيك الصغيرة اللي تجي دايوغ مش نفس النوع ماشي نفس النوع هذا السلق وبالدرجة بكري لي زيبينار كانوا يقولوا لهم السبناخ بالدرجة والسلق سي لي بلات الاسم الكامل يقولوا له لي بالي بلات والسلق ما فيش الحديد كاين بزاف ناس دير في بالها باللي السلق عنده بزاف حديد دونك يقي من الانيمي من فقر الدم معلومه غلطه غلطه بزاف والخطا تاعها كان خطا شغل خطا تافه هكذا كان واحد لو شيرشور ان سيونتيفيك كان يدير واحد لا ريشيرش تاع واحد البحث انه يحكم الاغذيه ويشوف كل غذاء شحال فيه من نسبه حديد ومن بعد لمهم كامل والى دوموندي لاسيستون تاعو قالها املي عليا ملي عليا واش كتبت كي وصلت ل 100 غرام تاع السلق وتاع لي زيبينار باسكو عندهم نفس القيمه الغذائيه في الحديد في عوده ما تقول له في 100 غرام كاين 2.7 قالت له 27 دونك 27 هذيك قيمه كبيره جدا وهذيك المعلومه راح توالت حتى درنا في بالنا باللي فيه بزاف الحديد الوغ كو في نسبه جد صغيره من الحديد للاسف كاين مثلا هنا ما كاشهم لي بتي بوا الجلبانه فيها حديد اكثر ونقدروا نستعملوها في الحاله تاع الانيمي فقر الدم. جميل يلا واش رايك نشوفوا صوره اخرى باش نحكوا عليها اكثر واكثر ونفصلوا فيها ونشوفوا ربما قيمتها الغذائيه واهميتها بالنسبه للناس اللي عندهم هنا برك راني نشوف حاجه كنهضروا عليها ثاني قبل ما تدوز راني نشوف غراندولان فوق زريعه الكتان زريعه الكتان حاجه بزاف مليحه فيها سكون ابل لي فيتوستروجين لي فيتوستروجين هادو هما هرمونات نباتيه اللي نلقاوهم في النباتات ماشي هرمونات تاع الانسان وين مليحه نستعملوها مليحه نستعملوها عند الامراض المزمنه النسائيه كيما تكيس المبايض لوندوميتريوز بطانه الرحم المهاجره كنا تحدثنا عليها المره اللي فاتت مليح وكنستعملوا لها زريعه الكتان. هل يستعملوها بشكل يومي ولا عندها ماشي بشكل يومي نستعملوها نقولوا كل سمانه ثلاث ايام ثلاث ايام ولا باسكو فيها بزاف لي ريزيديو كي باش ينبتوها يلقاو بزاف لي ريزيديو وما لازمش نغلوها بزاف لانه لي فام اللي مالفين يستعملوها خاصه للبشره وكلش كي نغلوها تولي ان جيل ولو جيل تاعنا احنا ما يتحملوش لي ستوما تاعنا دونك مليح وكان نخلوها تنقع في الليل على ماء بارد ونكونسوميوها صباح تنقع في ماء بارد تنقع في ماء بارد نخلوها ليله كامله تنقع في ماء بارد وكان يواسوها يغلوها مثلا ولا يحطوها في ماء بزاف سخون ولا هذاك الماء راح يتحول لجل دايوغ كاين دي غوسيت ناتشوغيل زعما هكذا الجمال البشره ولا الجمال الشعر يديروها خاصه بلدان مجاوره يحكموا يغليوها بزاف ويحكموا هذاك لو جيل تاعها ويابليكيو على الوجه وكلش وهذاك لو جيل ني با طولي ريبار لي ستوما ما تقدرش تحمله دونك مليح وكان تنقع في ماء بارد. جميل يلا نشوفوا صوره اخرى ونشوفوا نوع اخر من انواع التغذيه. لو نطلبوا من المخرجه فقط تعطينا صوره. جميل. زونتي اوكسيدون مضادات الاكسده. احنا كنا في الاول مقبل تحدثنا غير على المضادات الاكسده اللي عندها اللون الاخضر لكن غنشوف لون اخر. اي لون يرمز لمضاد اكسده معين مثلا اليوم اللون البنفسجي هنا في هذه الصوره طاغي. البنفسجي عنده علاقه مع لو غوج وهذاك لو غوج مثلا تاع لا تومات
نتاع ماشي لي ميختي تاع التوت اللي راهو منا نتاع العنب ونتاع لا بيتراف ونتاع لي شو هذوك لي شو روج نتاع لا سالاد ومام تاع الزبيب الاحمر هذا هادو كامل يرمزوا لواحد لونتي اوكسيدون معين يقولوا له لوليكوبان لوليكوبان هذا ونلقاوه بصفه بجد كبيره في لا طوماط في طوماطيش لوليكوبان هذا مضاد اكسدة بزاف مليح بزاف قوي دايوغ كاين بزاف دي غوشيرش اللي نديرو مام هنا في الجزائر كانوا نديرو على سرطانات معينه خاصه سرطان الرحم سرطان لابروستات يقولوا لهم لي كونسير هرمونو ديبوندون اللي عندهم علاقه مع الهرمونات وهادو سي دي بيكمون اللي يقولوا لهم مام اونتي كونسير عندهم مفعول ضد السرطانات. يلا عطينا ابرز ربما فائده هذا الماده ولا هذا اللون الماكولات اللي فيها هذا اللون بالنسبه لمختلف الامراض. قلنا لوليكوبان يعاون بزاف السرطانات يعاون في صحة البروستات للرجال يعاون في صحة الرحم ويعاون بزاف شفنا مام كاين دي غوشيرش اللي لقاو علاقة بينه مع لانفيرتيليتي فيمينين معناتها النساء اللي ما يقدروش يجيبوا أطفال دايوغ كاين واحد سي با ميت مي كاين واحد لا تيوري هكا تقول كل ما هو بزاف غوج مليح لصحة المرأة وكل ما هو بزاف جوني سيتيغا مليح لصحة الرجل. جميل معلومة أكثر من رائعة. هاد لي بيغمون هادو شغل على حساب اللون المكونات اللي فيهم ملاح لهذوك لي زورغان. وشنو كاينه حاجه بالنسبه لليكوبان اللي كاين في الطوماطيش؟ حنا طوماطيش يوسف والفنا كيما نطيبوهاش ناكلوها اون سالاد كيش ناكلوها اون سالاد كيما راهي نغسلوها نقطعوها نطيبوها لكن هذاك لو بيغمون ليكوبان هذاك كي يكون هكذاك ما حاش نستفاد منه والو لازم يتقطع ولازم يسخن شويه ولازم تكون معاه اون سورس دو ليبيد معناتها شويه دهون. دونك امثل طريقه باش نستعملوا طوماطيش تاعنا باش نستفادوا منها لو ليكوبان ماشي حاجه ما نستفادوش منها نورمالمون اون بروفيت منها اننا قبل ما نقطعوها نحطوها تغليه لو كان دو مينوت لو طون اللي تطير هذيك القشره تاعها برك ومن بعد نقطعوها نديروها شويه في زيت زيتون بعد نقدروا نرموها في لي سالاد هكذا نستفادوا اكثر. راني نشوف ايضا البيتراف كيف كيف البيتراف سي بارابور لو ليكوبان البيتراف ثاني فيه شويه تاع لو فيغ فيه الحديد ثاني مليح ولو كان ناكلوه بشكل يومي مليح مليح سونس اوكان بروبليم مليح ما عندوش مشكل ما عندوش مشكل ويوسف بشكل يومي ما تقدرش تكون عندنا زياده ولا زعما اكس بزاف كبير نتاع فيتامينات من التغذيه لانه الجسم نتاعنا يعرف كيفاش يتعامل مع هذوك لي زيكس. نعطيك مثال دكتورك تبدا باغ اكزومبل تاكل في اللحم تاكل 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 حتى تشبع وحدك تشبع ماشي زعما يحبسوك ولا وحدك تقدر تشبع علاه شبعت لانه الجسم نتاعك سي بون جاب كامل واش يحتاج من هذاك اللحم ماشي كيما المكملات الغذائيه كنا حكينا من قبل المكملات الغذائيه سي دي جيل الجسم تاعك ما يقدرش يشبع منها ولكن ربما كيما الشمندر السكري فيه نسبه عاليه من السكر وحدك تشبع ما تقدرش تاكل من نسبك ولا كميه كبيره ما تقدرش تاكل نسبه كبيره صح بصح تقدر تاكل نسب صغيره بشكل يومي والسكر تاعو ماشي سكر ماشي مفيد السكر تاعو جد مفيد ما يسمنش ما يزيدش في الميزان هي شوف كلمة يسمن ما يسمنش ما نقدوش نتحدثوا على أليمون واحد على غذاء واحد ونقولوا يسمن ولا ولكن ما يسمنش. الإنسان لو ياكل بشكل يومي ياكل أيضا كميات كبيرة ولا زايدة شوية واش يحتاج الجسم ديالو كاين من المأكولات اللي ما يزيدش ما يقطش وكاين اللي يزيد بسرعة. نقولوا مثلا بارابور المشكلة في لا جورني دوك أنت تاكل لي غير شمندر كل يوم ما حيصرى لك والو ما اسمها كمية السعرات الحرارية اللي راك تجيبها ما حاسش تزيد لك في الميزان ولا إلا كان صح شغل كثرنا كلينا بزاف ماكلة كل يوم وكلينا كميات كبيرة من الشمندر هاي راح تزيد في نسبة السعرات الحرارية. جميل نروحوا إلى الزبيب، الزبيب اللي الناس تستعملوه على بالها بلي عنده فائدة عظيمة فالأكيد أنه يمدوه لأولادهم بداية الصباح كاين الناس اللي تجي ترقد تاكلوا وحتى في وسط النهار يحطوه لهم في اللبجة أصبح الناس بدأت تدخل ثقافة استعمال ولا أكل الزبيب. هو شوف الزبيب فيه فائدة غذائية بزاف مليحة فيه هذاك لو ليكوبان فيه بزاف لي زونتي أوكسيدون فيه لي فيبر أليمونتيغ الألياف الغذائية يشبع لي غاساتيون الألياف تاعو تشبع بصح أنا جو نو سو با بزاف داكوغ مع ناخذوا الزبيب صباح لأنه الزبيب سي دي غيزونسيك شغل هو عنب وهو يابس ناشف والعنب عنده سكون ابل ان اندكس غليسيميك تري زيلفي معناتها كي يدخل في الجسم نتاعنا السكر يقدر يطلعه بكميه ولا بطريقه جد سريعه وهذا الاغذيه اللي عندها ان اندكس غليسيميك الفي ما نمدوهاش صباح خاصه للاطفال وكونترير لازم نعمروها بالبروتينات صباح ماشي بالانواع من السكريات. وشنو هو الوقت اللي تنصحي به ياكلوا به؟ ننصح به ياخذوه مثلا في اللمجه هذيك لانه بعدها يقدر يروح يتغدى ومن بعد ولا ننصح به العشيه في كي يدخل العشيه باش يتقهوى كلش بصح ماشي مع صباح بكري مع صباح بكري مليح وكان نجيبوا البيض لي زافوكا سي بيان مع صباح لي بانان ما يكونوش عندهم اندكس غليسيميك طيب شروج لو شروج بزاف مليح بصح شروج ماشي صباح
في الفطور في الفطور في الفطور ماشي صباح نو يجي مع لاصالات بزاف مليح عنده فائده بزاف مليحه بصح ماشي منصوح به. الفئه كنا هذا ونهضرنا عليها هي الناس اللي عندهم خمول غده درقيه قلنا سيت ان اليمون نقولوا له كواتريجين دونك يزيد يثبط العمل تاعها ويثبط عمل الادويه تاعها. جميل نشوفوا هذه الصوره اللي تظهر في هذه الاثناء على الشاشه باش نحكوا ونفصلوا فيها اكثر واكثر. نشوفوا الافوكا نشوفوا لي ميختي لي كيوي اللي انا نشوفوا في الزنجبيل ثاني هادو ما هاد المواد الغذائيه واش تحتوي تحديدا ولما نقدروا نمدوها بالنسبه للناس اللي عندها امراض مزمنه. هي اغذيه يعني تقدروا كامل الامراض المزمنه ياخذوها لانه مثلا لي ميختي ولي كيوي وكلش غنيين بزاف بلا فيتامين سي دونك تعاون باش تجيب لو سيستيم ايمونيتير. هيك عندنا لو كاكي، لو كاكي دخل العام اللي فات ولا العام اللي قبله برك في الجزائر ما كانش كايب بزاف. الفائده تاعو بزاف مليحه كيما الطوماطيش عنده برسك نفس الفائده من كيما الطوماطيش. وشنو هو سيت ان ديسير عنده مده ملي دخل ولكن مش ما ياكلوش بزاف ما ياكلوش بزاف متداول. انا في لي مارشي بديت نشوفه مثلا العام اللي فات ولا باش بديت كنا نشوفوه مثلا في لي سوبر بصح في المارشي المارشي تاع كل يوم كنت العام اللي فات ولا العام اللي قبله باش بديت نشوفه. عندنا الثوم ثاني بزاف مليح نقدروا مثلا نمدوه الناس اللي عندها الربو والحساسيات بزاف يعاون. لو سيترون يدخل في كامل الاغذيه هيك هذاك سي دو مايس نورمالمون نشوف المايس ولا شوفان لا لا ما باليش انا وين بان لي مايس شوفان نحكوا على المايس معليش المايس بزاف مليح المايس حاجه بزاف مليحه وشنو فيها سعرات حراريه عاليه هي وشوفان. الناس اللي يكونوا مثلا يديروا اون بيغ دو بوا ولا على بالك كي نبداو نشوفوا مرض مزمن ويكون الانسان عنده شويه اكسي تاع الوزن نقولوا له نقص شويه دونك هذه اغذيه ما توالموش بزاف. وشنو انا كنت حابه نشوف اغذيه تاعنا احنا هذه الاغذيه ماشي تاعنا كامل لي ميختي لو كيوي لي زافوكا لو كاكي واسمها هذيك لو بوافغ هذاك اورانج هذاك جون هذه ماشي اغذيه تاعنا ولا ماشي معناتها ماشي مليحه ولكن ماشي الناس كامل ياكلوها ماشي الناس كامل ياكلوها يوسف وما تنبتش عندنا بزاف كيما لي زافوكا ما ينبتوش عندنا بزاف لي ميختي ما اكزيستيش اصلا عندنا في لي تيغ تاعنا وهي كاين حاجه يقول لك ربي سبحانه دار لكل شعب واش يسحق مثلا احنا كميديتيرانيا متوسطين على حسب المحيط دار على حسب الجو على حسب المحيط والجو الاحتياجات تاعنا متوفره في الماكله تاعنا. تسمى الناس اللي راهي تشوفينا اليوم رانا نحكوا على فوائد لي زافوكا ولي ميختي ما ديرش في بالها باللي غير هادو اللي فيهم الفائده رانا لازم نتحدثوا لكم على فوائد هذا الاكل بصح كامل واش عندنا في لو مارشي تشينا مندارين هاد الصوالح اللي عندنا تقدروا تستفادوا منهم تقدروا تستفادوا منهم كيما بنفس القيمه الغذائيه بنفس القيمه نشوفوا ايضا ربما رانا نشوفوا في زنجبيل 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 بزاف مليح زنجبيل عنده واحد لي في يقولوا له ايفي اونتي انفلاماتوار للناس اللي عندهم امراض الالتهاب مثلا لا ميغرين شقيقه لا سينوزيت وهادو مليح وكان ياخذوا دي تيزان وين يرابيو فيهم هكذا شويه تاع زنجبيل خير من يروحوا ياخذوا ادويه مضاده للالتهاب بشكل يومي. هل الزنجبيل اللي يتباع فيه ربما عبوات صغيره والزنجبيل الطبيعي عنده نفس القيمه الغذائيه؟ ما عندوش نفس القيمه الغذائيه، شوف الزنجبيل كي يكون بهذا لافورم هذه القيمه الغذائيه تاعو راهي او توب، علاش نقول لهم احنا ميم با هكذا وما تزيدوش زعما تخموا ترحوه ولا تيبسوه ولا هكذا ورابيوه رحيوه فوق لي تيزان تاعكم، هكذا تبقى القيمه الغذائيه تاعو احسن واحسن. جميل جدا، اكيد مختلف ربما الماكولات، مختلف المواد اللي تنصحي بها انت كمختصه في التغذيه الناس اللي عندها امراض أنا ننصح الناس اللي عندها أمراض مزمنة الحاجة الأولى الخطوة الأولى اللي ديرها هي تروح تتعرف على الأغذية المليحة ولها واللي ماشي مليحة لها لأنه ماشي كامل عندنا نفس الاحتياجات وماشي كامل أكل مليح لنا وماشي مليح لنا كيما الشروج مثلا هذا كنا نقولوا مليح لنا بصفة عامة بصح ماشي مليح للناس اللي عندها ليبوتيغويدي لي زافوكا مليح لنا بصفة عامة بصح ماشي مليح للناس اللي عندهم ليبر كوليستيروليمي عندهم نسبة كوليسترول مرتفعة في الدم. طيب اسمحي لي فقط لو نوقفوا عند هذه الصورة فقط اللي شفنا فيها حاطين شوكولا يعني هذاك سيتي دو شوكولا نواغ لو شوكولا نواغ هذاك بزاف غيشو مانيزيوم وفيه الألياف وفي قيمة غذائية تاعو بزاف مليحة وشنو شوية برك وشوكولا نوار شحال لازم تكون هل تكون 70% 90% كاكاو؟ لا لا 90% كاكاو سي تخي زيلفي والكاكاو ما ننساوش باللي فيه واحد المادة يقولوا لها ليفيتات اللي وكان تكون بزاف طالعة في الجسم تاعنا ما تخليناش نمتصوا الزنك اللي ناخذوه من اللحم والحليب وكلش 70% سي ليديال كواكو ميم 70% ما راناش نلقاوها في المارشي بزاف دوكا رانا نلقاو 60 50 بصح 70% سي ليديال باسكو كي نقولوا 70% كاكاو معناتها نسبة الدهون راهي حبطت من هيك ونسبة السكريات راهي حبطت من هيك دونك سي ليديال. وشحال تنصحي ربما حجم شحال يقدر ياكل الانسان في اليوم من شوكولا شحال من قطعه؟ نقول باللي هاد الزوج قطعات الانسان عادي يعني انسان ما عندوش مرض ولا يقدر ياخذ ماشي بزاف لانه باغابوغ راك تشوف لافخيز راه صغار قارنها مع وحده تاع لافخيز غير الا كانت عاد هذيك لافخيز جي كونتيست كبيره باغابوغ لافخيز والبروكولي راه صغار لو نحكوا ربما على لي طابلات اللي نبيعوهم حنا ولا نشروهم في السوق ديالنا نلقاو شحال من حبه
حبة اثنين ثلاثة. سا ديبون، كاين دي طابلات اللي يكونوا بالعرف هكذا نقدروا نقولوا زوج عروف ملاح، وهذوك لي طابلات اللي يكونوا بلي كاري ثاني نقولوا دو كاري ملاح. سا ديبون على لا كونتيتي. هي اصلا شوكولا نوار تشبع تقهم، الناس ما يقدوش ياكلوا منها بزاف. 70% حلوه تقدر تاكلها من جابر. 90% زايد. 90% ماشي حلوه بصح فيها بزاف لو كاكاو، وما يقدرش يعاوني بارابور لامتصاص الزنك تاعي. واليومي هل نقدروا ناكلوهم بشكل يومي ولا لازم نديروا فترات؟ لانه كاين ناس عندها ادمان على الشوكولا، خاصة مادة الشوكولا يعني فيها الادمان. من بين من بين المأكولات، اخر دراسة تقول من بين المأكولات اللي تسبب ادمان هي شوفوا الا كان رانا نتحدثوا على كمية كيما هذه صغيرة، هذا ما اسموش ادمان. هذه اسموك الادمان. نقول لك وقتاش نتحدثوا على ادمان، سي كي تولي هذه الحاجة على بال بلا يضرني، راه يجيب لي في ان تخوب، يجيب لي في اون مالادي، بصح ما قدرتش نحبسها، والله راني نتناول منها كمية جد كبيرة وما قدرتش نقص. هذا هو الادمان. دايوغ كاين ميم دي تيست، كاين ديال فود اديكشن سكيل، سي ان تيست اللي نحكموا سي واحد 24 سؤال نسقسيوا الناس باش نعرفوا اسكو هذا ادمان ولا لا، باسكو هذه كلمه ادمان ولا تستعمل بزاف الوغ هي ماشي في محلها. مثلا الناس تشرب واحد قهوه صباح تقول لك انا مدمن قهوه، انت ماشي مدمن قهوه، واحد قهوه صباح ما عنده ما يدير لك او كونتخيغ مليح، يحفز لك عمليه الايض تاعك وكلش. يتسمى ويلا كان يوسف رانا نتحدثوا على كميات صغيره كيما هذه ماشي ادمان، ونقدروا نتناولوها بشكل يومي سون زوكان بروبليم. وشنو نتناولوها؟ مثلا العشيه كامل ما نتناولوهاش مع لو غوبا، باسكو سكري مع سالي ما جاياش، سكري مع بلوتو مينيرال فيتامين ما جاياش وكلش. بصح ويلا كان كميات اكبر من هذه صح رانا هنا دخلنا في الادمان ولازم نشوفوا حل. طيب بالنسبه للقهوه، على ذكر القهوه، شكون هما الناس ولا اللي عندهم امراض وشنو هما الامراض اللي لازم يبتعدوا على شرب القهوه؟ نقولوا يبتعدوا ما كانش، بصح نقولوا ينقصوا يقلوا بالنسبه للانسان العادي. انسان عادي يقدر ياخذ 3 طاس دو كافي كيما هذيك لاطاس اللي تشوف فيها، ما انت ماشي فنجان صغير. انسان عادي يقدر ياخذ 3 طاس دو كافي ليجي نورمال. انسان مريض باغ جور، الانسان المريض اللي يقدر يتناول وحده فريده، سا ديبون سا غيست ايتوديي، معناتها لازم نديروا اون انكيت على ذاك الشخص اللي يقدر يتناول اون طاس. هما الناس اللي عندهم امراض القريحه تاع المعده وكلش، اللي عندهم الكولون ايغيتاب، اللي عندهم لا مالادي دو كرون، لا مالادي سيلياك، لازم ينقصوا لانه تقدر اليغيت شويه لي زانتيستان تاعهم. والناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم هما اللي لازم ينقصوا من القهوه. والناس اللي عندهم السكر واش ننصحهم يبعدوا؟ الناس اللي عندهم سكر ما يبعدوا على حتى حاجه، برك يوازنوا ما بين الاكل تاعهم. الناس اللي عندهم سكر النقطه الاولى لازم يخيروا سكريات اللي عندها ان اندكس غليسيميك با، معناتها اللي كي ناكلها ما تطلعليش نسبه السكر غابيدمون. ما لازمش نخلط ما بين انواع السكر في دقيقه واحده، معناتها نقسم. وثاني الناس اللي عندهم داء سكري يوسف نديروا معاهم سكون ابل ينوطو اونكيت، معناتها بعيد الشر وكان تاع عندك داء سكري نقول لك يوسف اكتب لي كي تاخذ ان فخوي ونسبه السكر زوج سوايع بعدها. اكتبهم لي مثلا 15 يوم وعاود ولي كي تعاود تجي نشوف مثلا بلي هذه هي الاغذيه اللي تقدر تطلع لك سكر، هذه الاغذيه اللي ما تعاونكش منها نقدر من بعد نعاود ندير لك ان بروغرام سولو هذه الاغذيه. لانه داء السكري يختلف من شخص لاخر، ماشي نفس الاغذيه المليحه ليا هي المليحه لك. جميل. ذكرا على ابواب رمضان نصائح تقدميها في التغذيه لكل الناس باش يبداوا رمضان ديالهم بطريقه صحيه. النصائح اللي نقولها لكامل الناس يسمى مراد وماشي مراد باش نبداو رمضان سليم ان شاء الله، سي كو انا دوكا راني نخرج نشوف الاسواق الناس راهي تشري كميات كبيره تاع اغذيه. دوكا انا مانيش حابه يصراو زوج حوايج، مانيش حابه تكونسوميو كامل هذه الماكله، ما رانيش حابه ترميو كامل هذه الماكله، كواكو الاحتمال الثاني هو اللي راح يكون بزاف، سي لو غاسبياج اليمونتير. نقطة واحدة أخرى تاني سكو رمضان هذا ماشي مديور غير للماكلة، تسمى حنا نشوفوا بلي يطيبوا بزاف دي بلا وخمسة ستة على طابلة وكلش، كي تاكل كامل هذيك الماكلة في هذيك الفترة الصغيرة هذيك الجهاز الهضمي تاعك قتلته راك تعذب فيه. شغل الكميات جد كبيرة، سي كوم اون فواتور اللي تقعد غير تعصر تعصر عليها هلكت لها لو موتور تاعها. والنقطة اللي لازم نأكدوا عليها واللي هي في الموضوع تاعنا اليوم، الناس اللي عندها أمراض مزمنة هاد السمانة هذه ماشي حتى يدخل رمضان، هاد السمانة لازم كل واحد يروح يشوف الطبيب تاعو باش يعرف إذا كان يقدر يصوم، إذا كان ما يقدرش يصوم، إذا كان كاين كيفاش يصوم فترة وفترة واحدة أخرى. ويعطيه أيضا ربما نظام غذائي اللي يمشي عليه، نظام غذائي اللي يمشي عليه في رمضان. ونقول لكم ثاني نصيحة أخرى باسكو نشوفوها بزاف، ماشي دوكا اللي تروح تبدل الطبيب تاعك، دوكا لازم تبقى عند الطبيب تاعك القديم باسكو هو اللي يعرفك. كاين بزاف ناس باش يقول لهم الطبيب صوموا زعما معليش صوموا، يروحوا يحكموا طبيب جديد، طبيب جديد ما يعرفكش. صح. روح عند الطبيب تاعك القديم باش يقدر يمدك نصيحة. ما تحايلش على نفسك. ما تحايلش على نفسك. أكيد شكرا لك ماسيليا، وشكرا على كل المعلومات القيمة والأكثر من رائعة اللي قدمتها لنا اليوم في بلاطو الشروق مورنينغ.
إذا في فقرة الطب هذه المرة كما قلنا لكم هو راح يكون تكملة للموضوع السابق، وين حكينا على أبرز وأهم المشاكل التي تمس الظهر. كنا حكينا أيضا في العدد السابق بداية من الرقبة إلى الكتفين إلى وسط الظهر، هذه المرة راح نفصله أكثر وأكثر في أسفل الظهر، علاقته بمختلف الأمراض الأخرى، وراح نحكو أيضا علاقة شهر رمضان بهذا الألام اللي جينا في أسفل الظهر. أكثر وأكثر تفاصيل راح يقدمها لكم دكتور رياض أبو عبيد يلتحق بنا في هذا الأثناء في بلاطوهات الشروق مورنينغ. خلونا نقول له صباح الأنوار دكتور. صباح الخير يوسف، وصباح الخير لجميع المشاهدين الكرام. شكرا دكتور. المرة اللي فات حكينا على هذا الموضوع، بدينا من الرقبة وجينا حبطين إلى الكتفين إلى وسط الظهر إلى العمود الفقري تحديدا، كنت أعطيتنا أبرز الأسباب وأهم الأسباب اللي تؤدي إلى أمراض ومشاكل الظهر. اليوم لحقنا إلى أسفل الظهر باش نفصله فيه أكثر وأكثر، خاصة أنه أسفل الظهر ربما هو من بين المشاكل الشائعة عند الجزائريين والأسباب تختلف. خلينا نقوله بداية من دكتور، وشنو هي على العموم قبل ما نفصله أكثر وأكثر مشاكل أسفل الظهر؟ ألم أسفل الظهر هي من الألم الحادة اللي تجي في العمود الفقري، وأغلب الألم اللي تجينا في أسفل الظهر ويعانيوا منها بزاف. شريحة كبيرة شريحة من المجتمع كبيرة الجزائري خليني نقول تعاني من ألم الظهر، اللي تلقاه مثلا برا يقول لك راني عيان عندي ظهري، إن كان شيوخ شباب حتى ربما فئة من الأطفال عندهم ألم الظهر. هي ما كاش شخص في فترة عمرية محددة من عمر تاعو ما يعانيش من الظهر تاعو، وسيرتو ألم أسفل الظهر. ألم أسفل الظهر عندها عدة أسباب، كي نعرفوا الأناطومي تاع الفقرة، التكوين تاع الفقرة، نقدروا نديروا الأسباب تاع أسفل الظهر. دكتور فقط قبل ما نفصلوا أكثر، بكري كنا ما نسمعوش باللي شباب عندهم ألم أسفل الظهر، كنا نشوفوا شباب ما يقولكش أنا ما نقدرش نوقف طول اليوم أو، ولكن مؤخرا ولينا نسمعوا هذه الكلمة تتعاود بزاف، هل هو عامل نفسي ولا حقيقة عنده مشاكل في الظهر؟ كاين أمور نفسية اللي تمدلنا ألم أسفل الظهر، بيان سور كي نعرفوا أسفل الظهر كيف جاي نقدروا نعرفوا الأسباب بتاعه. هي أسفل الظهر الفقرات فيها العظم، فيها لو ديسك، استادير بين فقرة وفقرة عندنا لو ديسك استنا مورتيسور، وبين كما نلاحظوا في الصورة بين الفقرة والفقرة توجور ليا ان ديسك، وكاين العظم وكاين العضلة. العضلة ألور كل واحد من العظم ولا الديسك ولا العضلة كيكون فيها إصابة تمدلنا ألم أسفل الظهر. ولكن الإصابات منين تجي؟ أحيانا الإنسان يكون راقد ينوض يلقى روحه عنده ألم أسفل الظهر، هل عنده النوم ولا طريقة النوم الخاطئة علاقة بهذا الألم اللي تجينا؟ ولا خلينا نقول أيضا ساعات الإنسان يتحرك وهو راقد يدير فوجست عندها علاقة بألم أسفل الظهر؟ لا ما عندهاش علاقة، هي ألم أسفل الظهر نقدروا التشخيص تاعها تقدر تكون بار اكزومبل الم في الكولون العصبي، اللي عنده الكولون العصبي يقدر يمدلو الم اسفل الظهر، الم في الكلية، مشكل في الكلى تاع الانسان يقدروا يمدوا لنا الم اسفل الظهر. ولكن استاذ فقط دكتور سامحني ولكن اعطيني برك المنطقه اللي يبدا منها الالم باش الناس تعرف شنو. هل من الفقره ربما القطنيه كما رانا نشوفوا في الصوره في الى فقره القطنية. الحوض، هذه المنطقه اللي يكون فيها الم باش نقدروا نشخصوا ونقولوا عنده الم اسفل الظهر؟ ألم أسفل الظهر هي الفقرات القطنية. كنا تطرقنا في الفقرة الماضية الفقرات الصدرية والفقرات العنقية. أسفل الظهر هي الفقرات القطنية، الفقرات القطنية فيها خمسة، وهذه الفقرات ما همش فقرات مثبتة، ماشي فقرات مثبتة. باش مثبتة بالعضلات. ألور كي يكون مشكل في العضلات تقدر تمدلنا ألم أسفل الظهر. التشنجات العضلية هي 90% من الحالات اللي يجونا يجونا بألم أسفل الظهر. هذه التشنجات العضلية لي كرومب ميسكولار اللي يجونا لي لومباغو ولا هما اللي يمدونا ألم أسفل الظهر. من بين الأسباب تاع التشنجات العضلية يقدروا يكونوا التهابات باغ اكزومبل في البردولة، يقدر يمد لنا التهاب وتشنج عضلي في ألم أسفل الظهر، يجينا المريض بألم أسفل الظهر. مي بصح الشائع هو اللي يكون عنده ألم أسفل الظهر يقول لك ليرني ديسكال،
الور هي 10% من الحالات اللي يكون عندهم الم اسفل الظهر اللي يكون انزلاق غضروفي لرني ديسكار راح نروحوا الى الانزلاق الغضروفي ونفصلوا فيه اكثر واكثر لانه موضوع مهم جدا وخاصه انه عند الناس بزاف شريحه كبيره تعاني من هذا المرض. خليني فقط نذكر المشاهدين بامكانيه الاتصال بنا عبر الرقم الظاهر اسفل الشاشه اللي هو 0 23 91 91 0 23 71 98 71. شاركونا تجاربكم في الحياة، أيضا اقتراحاتكم، حتى الأسئلة اللي عندكم في هذا الموضوع تحديدا. رجاء فقط الناس اللي راح تتصل بنا تلتزم بالموضوع وتنقص الشاشة وتسمعنا من الهاتف باش يكون الاتصال واضح ونستقبلوا أكبر عدد ممكن من الاتصالات وما نضيعوش الوقت في اتصال واحد، هكذا الجميع يستفاد. بلا ما ننسوا أنكم تقدروا ترسلونا أسئلتكم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي راح نقراوها بعد لحظات. نرجع دكتور إلى هذا الموضوع، خليني بين الأسئلة ولا المعلومات الشائعة عند الجزائريين في المجتمع الجزائري، يقول لك بالتدليك نبرة، هل هذا حقيقي ونقدر بالتدليك نبرة ولا مستحيل لازم علاج فيزيولوجي؟ ماشي بالتدليك ولا العلاج، الحاجة الأولى اللي في ألم أسفل الظهر التشخيص، لازم نشخصوا الحالة تاعنا. استدير المريض كي يكون عنده ألم أسفل الظهر وخذا مسكنات يومين ولا ثلاث ايام ومازال الم اسفل الظهر، تما تكون لازم يروح عند الطبيب ويدير التشخيص. التشخيص فيه ثلاث مراحل. درك الظهر تاعنا فيه العضله، فيه العصب، وفيه العظم، وفيه لو ديسك اللي بين الفقره والفقره. تختلف كي يكونوا عندنا الام اسفل الظهر، تختلف يا العضله يا العظم يا لو ديسك. الاسباب تاع العضله تاع كي يكون مشكل في العضله تاعنا، التشنج العضلي يقدر يجي التهاب، يقدر يكون التهاب في العضله ناتج بوتات على البرد ولا على نقص التغذيه. هذا اهم سبب دكتور، اهم اسباب التشنجات العضليه. هذا اهم سبب، نوقفوا عند السبب. اشفى برك واش راح تقول لي، نروح نستقبل مكالمه هاتفيه باش ما نطولوش على المتصله ونعاود ونرجع. دكتور اشفى على النقطه بالك تبحرها. يلا نقولوا الو. صباح الانوار. الو صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير اخي، حبيت نهضر مع الدكتور. تفضلي دكتور راهو في الاستماع. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباح النور. دكتور عندي سؤال في موضوع عندي ظهري. درت لي رم، خرج لي قال لي عندك لي ديسك، تروا ديسك ديكالي، خارجين شويه. عندي ديسك في الرقبه وفي وسط ظهري وفي اسفل الظهر. دكتور كاش تخاتمو هكا، كاش حبيت نعرف اسكو هذا لي ديسك يعاود يولو وشنو لازم لي ندير. وسطر عندي عظيم في اسفل الظهر. في النهار شويه كوما مليح، بصح كي في الليل ومع الصباح ما رجلي ما نقدرش نحطها على الارض. دكتور اكيد عندك سؤال، ليها تفضل. الاخت اسكو عندك تنمال في الارجل تاعك؟ اسكو المشي تاعك مليح وتمشي مليح؟ شويه نمشي وكي نمشي نعيا. القدم تاعك ما يطيحلكش؟ سي يطيح لي، نحس رجلي ثقيله مفشله. صح. والتنمال عندي تنمال في رجلي وفي يدي. داكور. عندك سؤال؟ قالوا لي الولاده تاعي قيصريه، سيزاريان. درتي شحال درتي من عمليه قيصريه؟ دو سيزاريان. دو سيزاريان. ودكتور نسقسيك اسكو هذا نقدر نزيد ذراري ولا لا؟ كاين بزاف يقولوا لي خطر على الظهر او عمود. كيفاه واش يقولوا لك؟ يجي وكان زيدي محسوب الحمل مرة أخرى يزيدي يأثر عليك ظهرك. يأثر عليك أنت يا مشي على الصغر. جميل. طيب ابقاي معنا في الاستماع. يعطيكم الصحه. شكرا. سمعي كل التوجيهات اللي راح يقدمها لك الدكتور، ولكن فقط للاشاره احنا ما راحش نمدوك علاج، راح يمد لك توجيهات تستفادي معاهم ونصائح اكثر واكثر. ابقاي معنا في الاستماع، راح تسمعي الى كل التوجيهات. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم، رمضان بالصحه والهنا ان شاء الله. ان شاء الله. يلا دكتور
بون الطرقه هي نقطه مهمه اللي جينا حنا نتكلموا عليها هي متى المريض يروح الفحص تاعو اون ايرجونس. هذه واش طرقه تنمل تاع الارجل، تحس رجلها ثقيل، القدم تاعها يهبط لها، كي يمشي يهبط ما تمشيش مليح، والتخدير في منطقه القدم استادير يونانيستيزي تاع لي مومبر انفيريور. هادو واش معناتها؟ وقالت لك عندها 3 ديسك يا دكتور. ايه هادي واش معناتها؟ هادو الاعراض اللي هضرت عليهم الاخت، الاخت معناتها باللي كاين مشكل عصبي. استادير مشكل عصبي في النخاع الشوكي. إليا اون كومبريسيون تاع الاعصاب تاعها، كي تكون اون كومبريسيون تاع الاعصاب تما تقدر تكون خطوره شويه تما. تما اللي لازم ندخلوا جراحيا. كي يكونوا دي تروب نورولوجيك اللي هضرت عليهم. تم التدخل الجراحي، العلاج اون جينيرال بالجراح. يعني هي تستدعي الى عمليه جراحيه ربما على حسب واش قالت المرأة. على حسب واش قالت وعلى حسب اليرام تاعها ثاني، على حسب اليرام اللي دارته والتخطيط العصبي لو ام جي ثاني. ولا كان العصب اكرازي استادير مشكل في العصب تما لازم تدخل جراحي. وهل الحمل مره اخرى ياثر على صحتها؟ جوستومون ما يقدر ياثر لها على الظهر تاعها الحمل. علاه؟ على جال حتزيد الميزان، حتزيد في الميزان وحتزيد الميزان الضغط على الاخر. مي انا ننصحها باش دير نوتر غروساس لازم تقوي العضلات تاع، لازم تنهي المشكل تاع لارني ديسكال تاع لو ديسك تاعها اللي راهو خارج، ومن بعد ابري ما تنحي المشكل تاع لو ديسك تاعها تقوي عضلات البطن تاعها. كي تقوي عضلات البطن وعضلات الظهر تما تقدر بيفيري نوت غروسيس نورمال. جميل. تقدر دير حمل واحد اخر. نكملوا في الموضوع ونرجعوا الى النقطه اللي وقفنا عندها. مشكل تاع العضلات، هضرنا على العضلات، التشنجات العضليه، الور 90% من الالام اسفل الظهر اللي جونا هما تشنجات عضليه، دي كرومب ميسكولار في اسفل الظهر. هادو لي كرومب ميسكولار يقدروا يجونا من نقص التغذيه، يقدر يجينا من كاين اللي يجوزوا بفترات تاع ضغط نفسي، لو ستريس تري امبورطون في التقلصات العضليه. الناس ما تعطيش اهميه دكتور للستريس. ما تعطيش، مي كي يكون الفحص ونديسكوت مع المريض وفي الانتيروغاتوار نقدروا نفيقوا باللي المريض عايش ضغط نفسي، هذاك الضغط النفسي واش يدير تشنج عضلي. من بين التشنجات العضليه اللي تمد لنا الالم هي تشنجات تاع عضلات اسفل الظهر. اجل كاين اللي يقول لك كيفاه ليرني ديسكال تجيني من القلق، ولا هي بار كونتر التشنجات العضليه هي اللي تمد له الم اسفل الظهر. وتقدر ينفلاماسيون في البطن تاعنا باغ اكزومبل لو كولون نيرفو، كيكون القولون العصبي ولا امراض في الكلى تقدر تمد لنا التهاب في البطن. التهاب تاع البطن هذا حيروح العضلات تاع اسفل الظهر اللي تولي التهاب ملتهبه تمد لنا تشنج، وهذه اللي يجي المريض ويقول لك الم اسفل الظهر. جميل جدا. هذه من بين الاسباب اللي تؤدي الى الام الظهر، مختلف الاسباب الاخرى. الاسباب الاخرى كيكون هذا المشكل العضلي نحينا، مشكل عظمي اللي يبان سويت ان تروماتيز باغ اكزومبل، يكون كسر في العظم اللي يمد لنا الام حاده والمريض ما يقدرش مام با يمشي، يجينا المشي وما يقدرش يمشي، مام دي طاسمون فيرتيبرو باغ اكزومبل اللي عنده هشاشه العظام ان تروماتيز مينيم ستادير يطيح طيحه صغيره ولا يقدر يمد ان نيكرازمون تاع لي فيرتيبر تاعنا. هذه الثانيه اللي تجينا من الم اسفل الظهر اللي تقدر تمد لنا الم اسفل الظهر. مختلف الصدمات دكتور. الصدمات سيرتو لي سبورتيف باغ اكزومبل ولا كيدير اون شيت ولا هذه باينه، هذيك شغل التشخيص تاعها اللي يكون باين، نديروا الاشعه تاعنا يبان لنا باللي ليكرازمون تاع اون فيرتاب ولا كسر في منطقه الظهر. دكتور مختلف الحركات اللي اسمهم بالعاميه اللي فوجست. هل تقدر تكون ولا الاسباب ولا النتائج تاعها تكون وخيمه على الظهر، على اسفل الظهر تحديدا لانه منطقه حساسه كما قلت؟ شوف هي منطقه اسفل الظهر تقدر ترفد لنا 3 فوا لو بوا تاع الانسان، استادير الفقرات والديسك تاع الظهر يقدر يتحمل ضغط كبير 3 فوا لو بوا تاع الانسان. مي بصح كيكونوا العضلات ضعيفه تاع اسفل تاع البطن وتاع اسفل الظهر، استادير لو مونك داكتيفيتي سبورتيف، واحد اللي ما يديرش اللي ما يداومش على الرياضه تاعو
كاين اللي 10 سنين ولا 15 سنه ما دارش رياضه ولا ما دارش كاع في حياته كومبلي رياضه، يلحق فتره عمر محدده العضلات هذوك يفشلوا يقولوا ما يحموش الظهر تاعو. وكاين حتى اللي يمارس الرياضه ولكن يمارسها بطريقه غلطه وما يمارسش ما يخدمش ربما خلينا نقولوا المناطق هذه مثلا كيما، او احيانا الانسان يروح الكور ولا الجسم ديالو مازال ما تعودش على ممارسه الرياضه ويروح هو يفورسيه ولا يدير حركات صعيبه ولا ما يتحملهاش الجسم ديالو فيعرض روحه الى حوادث اسفل الظهر. بيان سور يقدر يعرض روحه سيرتو ولا كان الميزان تاعو ثقيل. كاين اللي يقول لك باش نروح نهبط الميزان تاعي ثقيل وكلش نروح نهبطه، يدخل ديريكت في الاكتيفيتي سبورتيف اللي يفورسي روحه بزاف، تما يمد يجونا بزاف اصابات تاع الالم. بالنسبه للميزان هل يلعب دور في الام اسفل الظهر؟ بيان سور بيان سور الميزان يلعب دور كبير، عجل كي يكون ثقل ثقل ويكون ميزان كبير الفقرات واللي ما تقدرش تتحمل تتحمل لو بوا تاع الانسان ولا ما قدرش تحمل لو بوا تاع الانسان تما يصرى الانزلاق الغضروفي تاعنا. جميل. عندنا سؤال ايضا وصلنا في هذا الاثناء من غرفه التحكم يقولوا باللي السيده ما حبتش تستنى حتى نكملوا المعلومه لكن طرحت السؤال في هذا الاثناء، تقول لك باللي هي ولدت بعمليه قيصريه من بعد جوها الام اسفل الظهر. هل هذا الشيء عنده علاقه بالتخدير لما عملوا لها عمليه جراحيه؟ ما عندوش علاقه بالتخدير، التخدير دوك لا راشي انستيزي، لا راشي انستيزي هي نقطه اللي نديروا فيها لابيكير تاعنا، تقدر يكون الالم تشد اسبوع اسبوعين، بصح ما حاش حتكمل ما حاش حتكمل بزاف، التخدير اللي يكون استادير لي كومبليكاسيون تاع التخدير تاع لا راشي انستيزي هي لي تروب نيورولوجيك، استادير تحس تنمل في الارجل تاعها، تحس الارجل تاعها ثقيله، تما اللي نقدروا نقولوا عندها علاقه مع التخدير، مي الم اسفل الظهر والتخدير وموضع التخدير ما عندهمش علاقه. نحن نكملوا في هذا الموضوع ولكن دكتور كاين ناس عندهم العكس طريقه عكسيه، عندهم الالام يجيهم من الاسفل الى الاعلى وهو حال المتصله اللي راح نستقبلوا اتصالها في هذا الاثناء ونقولوا لها الو صباح الخير. الو صباح الانوار، شكون ومن وين؟ صباح النور. الو صباح الانوار، انا في الاستماع، شكون ومن وين؟ انا الكاليتوس. الله يبارك، مرحبا بك وبكل العاصمين وكل الناس الكاليتوس، اكيد الدكتور راهو في الاستماع، تفضلي بسؤالك. الو صباح الخير دكتور. صباح النور الاخت. وشك مليح؟ لاباس والله الحمد لله. الحمد لله، دكتور حبيت نسقسيك باللي كان يوجعني ظهري ومن بعد غادي يطلعني لرقبتي الفوق. ومن بعد يدي تموت في الليل. ما نقدرش الصباح نصبح فاشلة، ما نقدرش حتى مثال هكذا رفد حاجة ولا، ومن بعد كي نمشي ونخدم شوية يبي الدم يمشي فيا نحس روحي مليحة شوية. يعني يبدا تصطر من تحت ويطلع. رقبتي رقبتي توجعني كامل. سمعتها دكتور؟ سمعتها. طيب هل عندك إضافة؟ عندك سؤال؟ الوزن تاعك شحال الوزن تاعك الأخت؟ 85 هكذاك. 85 والطول؟ والطول تاعك؟ الطول متر بالك 75 هكاك. طيب والسن؟ نعم 45 سنة. 45 سنة. دكتور هل عندك أسئلة؟ سيبون. جميل. طيب أبقي في الاستماع وقعدي معنا راح تسمعي توجيهات واستشارات الدكتور. دكتور بوعبيد تفضل. رمضان الكريم أيضا عليك، سمحي لنا ما سمعتكش. يلا نرجع لك يا دكتور. هي الم الالم اللي عندها في الرقبه راهم يمدوا لها تنمل في الايادي تاعها، هي ننصحها باش تشوف طبيب ولازم لها اون اكسبلوراسيون، لازم لها راديو كما يقولوا تاع تريسيتي لو ام جي الكتروفيزيولوجي هو اللي لازم لها باش نعرفوا الاعصاب تاعها ولا راه ملاح ولا لا. جميل، ولكن قالت لك باللي عندي الالم من الاسفل الى الاعلى، العكس يطلع لها الرقبة الى يدها. من الرقبة يجي ليدها. لكن الالام قالت لك تطلع من الاسفل توصلها من حتى أسفل. للرقبة ومن بعد حتى كتفها ويدها تولي تنمل وتنمل. هذا المشكل تاع الاعصاب هو التنمل، كي يكون تنمل في لو مومبر هي العصب، صدر العصب اللي راهو مكرازي.
دوك العصب يقدر يكون ليكرازمون تاع العصب تاعنا في الرقبه ولا في المرافق تاعها. هذه اللي لازم لها اون اكسبلوراسيون، لازم لها ان ام جي، تخطيط الالكتروفيزيولوجي هو اللي حيمد لنا لو دوغري تاع ليكرازمون تاع العصب. دكتور في هذه الحاله هل ممكن نلقاو عندها مرض اخر عنده علاقه بهذا الالم؟ بعيد كل البعد على الفقرات، ولا خاصة انه قالت لك يدها كامل تموت نهائيا، وقالت نقطة مهمة انه الالام مش الام موضعية ولا الام في اماكن مختلفة، تبدا تحس بلا دولور ولا الالم يطلع من الاسفل من اسفل من الرجلين. قالت من اسفل الظهر. قالت معليش هي ولا من اسفل الظهر ويطلع لها، هذا ستي مالادي جينيرال، تقدر تكون مالادي روماتيزم. تما نديرو تحاليل طبيه. مي بصح ما لازمش تسكت على الاخر، لازم تشوف الطبيب اللي يقلب بالفحص الفحص السريري هو اللي حيزيد يمدنا شغل دي روبار واش عندها اكزاكتومون. جميل جدا. هل ايضا عامل السن عنده علاقه بمختلف الامراض التي تصيب منطقه اسفل الظهر؟ السن يقدر كي يكون الضغط ميكانيكي بايزومبل اللي كانت عنده اعمال شاقه في الخدمه تاعو، ولا واحد اللي كان يرفد الثقل في الخدمه تاعو، هذيك اللي حتمد لنا مع مرور سنين حتمد لنا مشكل في الفقرات، واللي تقدر تمد لنا حتى الارتروس. نقولوا ايضا الطريقه الخاطئه لحمل الاشياء الثقيله تؤدي دائما الى تشنجات والام في هذا المنطقه. هي الطريقه الخاطئه وضعف تاع العضلات تاع الظهر. ضعف تاع العضلات تاع الظهر هما اللي حيمدوا لنا مشاكل في العمود الفقري. نروحوا الى فئه النساء تحديدا، شنو هما ابرز الاسباب التي تؤدي الى تشنجات او مشاكل اسفل الظهر؟ غالبا ما تكون المراه لا فامي ناجير ولا المراه الماكثه في البيت تمارس نشاطها تنظيفات وغيرها من اليوميات، روتين يومي تقوم به، وشنو هي ابرز الاسباب؟ لاحظنا عند النساء النساء اون جينيرال الضغط النفسي هو اللي يمد لهم الام اسفل. هذه اولى الاسباب، اولى الاسباب تاع الضغط النفسي اللي يمد لنا. واغلب النساء ما راهمش يمارسوا الرياضه، وهذه حاجه امبورطونت للنساء سورتو النساء الماكثات بالبيت، ولا ما قدرتش تخرج دير الرياضه برا. درك كاين لي سال دو سبور، هي دو بريفيرونس دير الرياضه تاعها في دي سال دو سبور في قاعه الرياضه. هي ولا ما قدرتش تخرج برا بالاسباب بايزومبل الاطفال اللي عندها تربيه الاطفال وكل شيء، شغالات خاصه ما عندهاش الوقت باش دير اون اكتيفيتي سبورتيف، ننصحها دير تمارين رياضيه تاعها في البيت. درك تقدر في البيت بايزومبل يوتيوب، ولا دير تمارين رياضيه لازم يفورسي العضلات تاع البطن. ونزيد ننصح حاجه، كي يكون عندها الاشغال في البيت وكلش، هي دو بريفيرونس دير اون سانتور، تشري اون سانتور لومبار ديرها باش تحكم العضلات تاع البطن تاعها، وتحكم بيان العضلات تاع العمود الفقري تاعها. جميل جدا. نشوفوا اذا كان في عندنا اتصال في هذا الاثناء ونقول له الو صباح الانوار. الو الو الو، راح الاتصال، انقطع الاتصال للاسف. نرجع لك دكتور، ربما ايضا المراه ولا الحمل المتكرر للمراه، هل شيء هذا الشيء اثر على هذه المنطقه تحديدا؟ بيان سور، الحمل سيرتو ابارتير دو لا دوزيام غروسيس ياثر كثير على منطقه اسفل الظهر. على جال الحمل راهو في الرحم، والرحم راهو موجود في اسفل الظهر. المراه الحامل هي حتزيد بواحد 20 كيلو كيلوغرام مده 6 اشهر، ولا نقولوا لي 3 برومي موا ما يكونش وزن كبير، وزن كبير، مي لي 6 موا ابري حيزيد الوزن حتى 20 كيلو، كاين اللي يزيدوا حتى 20 كيلو، وهادو 20 كيلو راهم مركزين في منطقه اسفل الظهر، استادير يكونوا التهابات تاع العضلات تاع اسفل الظهر. ومن بعد ابري لا غروسيس ابري لا كوشمون كلش كاين اللي يديروا عمليه قيصريه، والعمليه القيصريه هي التخدير حاجه الاولى، وباش يدخلوا الجنين ويجبدوه بالعمليه القيصريه حيجوزوا على العضلات تاع البطن، ولا جازوا تاع البطن، استادير هذو العضلات حيولوا فابل، ابري يكونوا المشاكل تاع الم اسفل الظهر. حنواصلوا في هذه النقطه تحديدا، ولكن نستقبلوا مكالمه هاتفيه ونقولوا الو صباح الانوار. الو صباح الخير. صباح الانوار، شكون معنا ومن وين؟ اخت صابرين من بودواو. الله يبارك، مرحبا بك الاخت صابرين، تفضلي الدكتور راهو في الاستماع، انشغالك ولا حتى الموضوع اللي راكي حابه تهضري فيه مع الدكتور؟ عندي اختي عندي بزاف، معليش بزاف، اللي يخدمني الطرف في ظهري وكتفي الايسر،
قلت انا حبيت نسقسي اشكم المصران كي عندي خشم ملتهب. عندها التهاب في المصران إيه؟ في الكونوا اه وزاد لقاو لي بوليب في المصران، حبيت نعرف اشكم منهم ولا لا. لا وين عندك الالم الاخت، في الرقبه والكتف؟ كتفي وظهري ملتح. ظهرك ملتحت وكتفك ظهرك من تحت يقدر يكون عنده علاقه كبيره مع لو كولون، لو سيرتو اللي عندك لو كولون نيرف، هو اللي حيمد التهاب. عندك التهاب في الكولون تاعك، هو اللي يمد لك الم اسفل الظهر. مي لازم الطبيب، لازم تروحي عند الطبيب باش يزيد الفحص تاعه. يعطيك الصحه دكتور. الله يشمك. شكرا لك اخت صابرين، والاكيد انه لازم تهتمي بصحتك ولازم تروحي تشوفي دكتور مختص تحديدا. لازم طبيب بيان سور. من بين الم اسفل الظهر هو لو كولون تاعي، لو كولون نيرفو. تما كي يكون فيه التهاب عجل لو كولون جاي في اسفل الظهر، ولا كان التهاب في الكولون تاعنا حيمد يعني اون بروبوغاسيون تاع لا دولور، حتمد الم تاع العضلات. نشوفوا ايضا ربما المصران ولا الكولون اصبح مرض شائع عند الناس اليوم بسبب سوء التغذيه، بسبب النظام الغذائي الغير صحي اللي اصبح متبع مؤخرا في عند مختلف الشعوب وعند مختلف الشرائح. بكري الاطفال كانوا ياكلوا في الدار، خلينا نقولوا حتى الاطفال هم ياكلوا برا، الشباب ايضا كانوا ياكلوا في الدار بكري فقط خليني نقول فئه العمال ولا الناس المسافرين ولا ما يسكنوش في المنطقه هم اللي ياكلوا برا. اليوم كل الناس تاكل برا، من الاباء من الاطفال راهم كلهم ياكلوا برا. هذا هو المشكل عويس يعني، والاخر هم يمدوا لنا امراض تاع المعده وامراض تاع الكولون. والناس تعتقد انه فقط مرض الكولون او المصران هو فقط مرض موضعي وما عندوش علاقه بمختلف، ما يعطولوش اهميه كبيره. مي هو عنده اهميه، كي يكون الكولون نيرفو حيمد لنا تاثيرات كبيره على الجسم تاعنا. الكولون كي ما يتحركش وكلش كي يكون نيرفي وكلش، هذاك اللي حيمد لنا الم تاع اسفل الظهر وحيمد لنا خطوره كبيره على الصحه تاع الانسان. جميل. الور كيما طرقت سوء التغذيه، حاجه الاولى سوء التغذيه، ما كانش تمارين رياضيه، وزيد لو ستريس، هادو اللي طروا فاكتور دو ريسك اللي يمدوا لنا. وهادو اغلبهم موجودين عند النساء بكثره. ما النساء والرجال يعني يعانيوا منهم لو كولون نيرفيو كاع، ما كانش شريحه اكزاكت. جميل. ولكن نرجع الى نقطه كنا حبسنا عندها قبل الاتصال، كنا نحكوا عند النساء تحديدا، ربما وشنو هي الفتره اللي تنصح بها النساء يولدوا فيها فتره يريحوا فتره الراحه بين ربما جروساس واخرى، هي من اجل صحه ظهرها، من اجل صحه الام ومن صحه الطفل. لا وحتى تحديدا على منطقه الظهر، بما انه اليوم موضوعنا الرئيسي هو منطقه اسفل الظهر. هي الحاجه الاولى المراه ابري الحمل تاعها ابري لاكوشمو، حاجة الأولى هي يفو إسباسي بين لي غروساس، هي على حساب لي ريشيرش وكلش يقول لك مينيموم ثلاث سنين باش تزيد الحمل المرأة. وحاجة الدوزيام أبري لاكوشمون ننصحها بالرياضة ولي رونفورسيومون ميسكولار تاعها، لازم ترونفورسي كاع لي ميسكول تاعها، وهادو اللي حيعاونوها في لا غروساس ولا زادت نوطر غروساس. هادو هما النصائح اللي على جال ما نخافوش كي يكونوا قويين عضلات تاع الظهر في لا غروساس، ما نخافوش على المراه. جميلة جدا دكتور، خلينا نروحوا نستقبلوا مكالمة هاتفية أخرى ونقولوا ألو صباح الخير. ألو صباح الأنوار. صباح النور خويا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. الله يبارك فيك زهير مصطيف. الله يبارك، مرحبا بك وبكل الناس صطيف. تفضل يبارك فيك خويا، وتحياتنا ليك وللدكتور إن شاء الله. شكرا. صحيت. الله يبقى عليك ستر. بغيت نسقسيك برك ونسقسي الدكتور من فضلك، عندي ليرني ديستال L5 S1. وعندي رجلي حاشاك لدروات كما نقولوا، حتى الصباع صغير. ريك دي طول كوتي دروات. ومن بعد كنت مع الدكتور انا نسويبي معاه. كانت عندي كيما نقولوك شغل في الفقره، بين الفقره والفقره كان خارج لي واحد ليرني هكذا صغير. درت لي يارام، ابري قال لي دير سكانير، زاد درت لي يارام.
ومن بعد زدت درت تريسيتي. ايوا. كي درت تريسيتي قال لي راك نص نص، ما فهمتش انا كيفاه نص نص هذه. ومن بعد زاد قال لي ليرني هذاك اللي خارج بين الفقرات هذا، قال لي دركا كيما نقول لك شغل تكمش مات. دوك اسكو ندير العمليه ولا ما نديرش؟ برك شحال عندك وانت في هذه الحاله؟ عندي عام، عندي عام ونص وانا هكذا. طيب هل كنت من قبل تمارس الرياضه ولا لا؟ لا هل تعرضت لضربه كنت نمارس الرياضه ومن بعد بعد ما خرج لي كيما نقولوا دوكا هذا الليرني الاخر وليت ما نقدرش. ما يقدرش. جميل. دكتور هل عندك سؤال؟ هل عندك اضافه؟ راك سقسيته سؤال مهم، قلت له شحال عندك وانت بالليترو نيورولوجيك تنمل وثقل الارجل؟ هادو هادو سي ليترو نيورولوجيك اون جينيرال ما نخليوهمش فوق فوق ايناني فوق عام 12 شهر ولا كانوا قعدونا هادو لي تروب نيورولوجيك تما دو بريفيرونس نديروا له العمليه. جميل. طيب تما نديروا العمليه تاعنا باش ليبيريو العصب، باش هذاك العصب اللي ليبيريوه هو اللي راهو يدير له التنمل وراهو يدير له الثقل تاع الارجل. ثقل كبير قال لك بلي ما نقدرش نحل. تما ندخلوا جراحيا كي يكونوا لي تروب نيورولوجيك بليس دو احنا اون جينيرال بليس دو 3 موا لي تروب نيورولوجيك عند المريض. استدير تنمل ثقل ثقل القدم، المشي الغير متوازن، والتخدير تخدير اون انستيزي تاع 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 لي مومبر انفيريور. كي يكونوا هادو عندنا هادو العوامل تما استدير نروحوا ديريكت العمليه الجراحيه ما ننتظروش بزاف. جميل. دكتور وشنو هما طرق الوقايه من هذا الالام وهذه الامراض التي تصيب اسفل الظهر؟ شوف الوقايه الحاجه الاولى اللي في الوقايه اللي عندنا هي الرياضه، التمارين الرياضيه، تقويه العضلات. النساء والرجال، النساء والرجال لازم بوريفيتي الم اسفل الظهر لازم تقويه العضلات هي بالتمارين الرياضيه والرياضه. الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام الضغط النفسي، كي يكون ضغط نفسي حيمد لنا الم اسفل الظهر. الضغط النفسي هذا لازم نتحكموا فيه، لازم نحيوا الضغط، نحيوا الضغط بالرياضه ولا بالاشياء اللي تنحي لنا الضغط النفسي ولا الابتعاد عن الاشياء اللي يديرونا الضغط النفسي. والحاجه التروازيام هي كي يكونوا الم اسفل الظهر يقدر المريض يشرب مسكن ولا شرب مسكن ونهار ولا يومين ما راحولوش الالم، ثم لازم يروح عند الطبيب ويدير الفحص تاعو ويدير التشخيص تاعو. شكرا ليك دكتور رياض ابو عبيد، كنت حاضر معنا في برنامج شروق مورنينغ لنهار اليوم، وشكرا ايضا على وفائك لجمهورنا، وشكرا على كل المعلومات والاستشارات اللي قدمتها لكل المتصلين والمتصلات. يعطيكم الصحه على الاستضافه. بدايه يوم موفقه وبدايه اسبوع موفقه ايضا. ان شاء الله ان شاء الله. ورمضان كريم. شكرا لجميع الامه المسلمه والجزائريه. ولك ايضا دكتور. اذا مازلنا مكملين معكم برنامجنا الصباحي اليومي الخدمات اللي طلع لكم على قناه الشروق نيوز يوميا في تمام الساعه 7 الى غايه 10 إلا ربع. دائما نقول انه باب برنامجنا مفتوح للجميع، باب برنامجنا يحتضن كل المواهب الشابه، فقط تواصلوا معنا ومرحبا بكم. الى عندكم اضافه، الى عندكم معلومه، الى عندكم اي شيء تحبوا تقاسموه مع الجمهور حتى المشاهدين وين ما كانوا، باب برنامجنا مفتوح للجميع. في فقرة المواهب أكيد أنه كل مرة نطلوا ولا نفتحوا لنسلطوا الضوء خليني نقول على موهبة معينة، إن كانت في الغناء، في التمثيل، في الشعر، في المسرح وغيرها من المواهب وغيرها من الفنون التي أصبحت تستهوي أكثر وأكثر الشباب، خاصة أنه في فترة سابقة كنا شفنا عزوف الشباب على الولوج إلى عالم الفن إلا فئة قليلة منها، لكن اليوم الفن بمختلف أنواعه يسترجع عافيته تدريجيا، وهذا شيء جميل جدا، وخاصة أنه يعود بالإيجاب على ثقافتنا، على بلادنا وعلى السياحة في الجزائر ومختلف الأشياء الإيجابية اللي تحققها بلادنا، وأكيد لازم احنا نكون واقفين مع هذه البلاد في مختلف المجال. من بين هذه المواضيع اللي تعود بالفائدة أكثر وأكثر اللي هي ربما التصوير الفوتوغرافي، لأنه ما نهدروش أكثر في الصورة هي اللي تهدر. باش نتعرفوا أكثر وأكثر ونحكوا في هذا الموضوع أكثر وأكثر، نرحبوا وإياكم بيونس ربعي اللي جانا مباشرة من ولاية الصيف والتحق مباشرة ببلاطوهات الشروق مورنينغ. نقولوا صباح الأنوار سي يونس. صباح الأنوار لك أخي ولكامل الفريق التقني لهذه القناة.
شكرا لك. اولا يعطيك الصحه لانك بكرت من ولايه سطيف باش تلتحق بنا في الجزائر العاصمه من بلاطوهات شروق نيوز. طبعا نقول لك بدايه تحيه لك وتحيه ايضا لكل الفريق اللي كان معك في الكواليس. ايضا بدايه نحكو على بدايه يونس في عالم التصوير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أجدد شكري لك وللطاقم التقني. صراحة يونس ربعي كما هو الآن وقبل سنة أو سنتين أو ثلاثة شيء آخر. صراحة الطفرة الفائقة التي أحدثتها في نفسي أنا صراحة لم أكن أتخيلها. لو نرجع لسنوات سابقة كنت لا أهوى هذا المجال بتاتا، فأنا كنت أدرس في التكوين المهني تخصص محاسبة، درست أيضا تخصص في الكهرباء الصناعية إلكتريسيال إندستريال. لا أجيد أيضا التصوير أو هوايتي بعيدة جدا عن التصوير. بعدها بالطبع في البلدية التي أقطن فيها بلدية البلاعة انخرطت في دار الشباب وهي يعني مجمع ثقافي شبابي يفتح المج ويحتضن كل الشباب المواهب أيضا يحتضن جميع المواهب كما قلت. خليني فقط في هذه النقطة تحديدا نوجه تحية إلى كل دور الشباب وكل قائمين على دور الشباب في مختلف مناطق الوطن لأنها فعلا تحتضن مواهب الشباب وهي لدائما ما تكون بداية وانطلاقة لكل المواهب إن كانت بقت على مستوى محلي ولا حتى على مستوى عالمي. دائما وأبدا تكون البداية من دور الشباب، فتحية لكل القائمين على دور الشباب في مختلف المناطق إن كانت بلديات أو ولايات. صراحة يعني لقيت الدعم خاصة من المدير لأنه شاف فيا ربما كان يتساهل معي أنه يعطيني الكاميرات، كان يتساهل معي أنه يقول لي صور بالرغم من أني لا أجيد أساسيات التصوير. فتح لي المجال أنه نشوف لأنه جربني في الموسيقى، جربني في عدة نشاطات، لكن لقى أنه خاصة لا يعني الكاميرا بحد ذاتها تستهوي الكثير تستهوي الكثير. وين بديت يعني نصور، بديت نجرب، لا أجيد أكيد أساسيات التصوير، لكن بعدها حسيت أنه المجال أو هذا الفن يجب يعني الاحتراف فيه. لا تقول أنك تلتقط صورة لمجرد التقاطها فقط أو لا، بالعكس هي الصورة يقول أن الصورة تحكي، أي الصورة رسالة أو هدف معين لعين المشاهد. لذلك يعني بديت أدرس خاصة في منصة اليوتيوب. وين اليوتيوب اليوم أصبح ملجأ وأصبح أيضا مدرسة خلينا نقول للشباب. اليوم راهم يتعلموا منه كثير من الأمور لأنه أصلا اليوتيوب تلقى بزاف دي بروف يقريوك بزاف طرق تعليمية ممكن أنت تستفاد من هذا وما تستفادش من آخر، تستفاد من طريقة الفهم ومن أستاذ خاص والآخر لا تجيد منه. لذلك يعني طرحت الفكرة على العائلة تاعنا، مبدئيا يعني كانوا ضد هذه الفكرة خاصة ضد التصوير، خاصة أنه التصوير ما فيش شيء ولا خطير ولا شيء لأنه غير محبب. لأنه لو نشوفوا أخي يوسف في الآونة الأخيرة ترى عصر المادة أكيد لا نخفي هذا الشيء. يعني لو ترى شاب يعني مقبل في العشرينيات خلينا نقول الوالدين يخافوا عليه، يخافوا من المستقبل تاعو، يحبوا حاجة أضمن. ولكن أيضا التصوير الفوتوغرافي هو تقدر تتخذه كمهنة. يعني كانوا لا ما نقولوش ما يأمنوش، كانوا كي شغل يحسوا أنه مهنة تجي مع مرور الوقت راح تطول فيها باش تعترف، كشغل يحبوا حاجه واجده. لكن مع الوقت انه بديت نصور بديت نطلع في المستوى شيء في شيء، لقيت يعني صراحه الوالد والام تاعي وخاصه الاخوه الاسره الكامله يعني الاعمام الاخوه لقيتهم من جانب هذا الدعم كثير، خاصه من الوالد تاعي. لو تشوف انا في احدى التغطيات في سهرة رمضانية في حفل قرآني درت تغطية وين كانوا كامل العائلة تاعي في هذاك المسجد، نشفى لها يعني نستذكرها
لحدها الآن. رجعت للبيت تاعي وش قالت لي الأم تاعي؟ قالت لي صراحة قال لي الأب تاعك مش سهلة أنه تشوف الابن تاعك قدام الناس يدير في حاجة الناس تقصده يقدم في حاجة معينة يكون يعني في الواجهة. أنا جيت قال لي الواجهة جاني طول تخمم راسي التقديم التنشيط حاجة أكيد كنت أنا وراء الكاميرا استهويت أنه نكون أمام الكاميرا. يعني عندك مواهب عديدة تحب تطورها تحب تقدم أكثر وأكثر في مختلف المجالات. يلا نرجع إلى عالم الكاميرا تحديدا وعالم الصورة باش نبقى أكثر وأكثر ونفصلوا شنو هي أبرز الأشياء اللي تحب تصورها. كاين ربما مصورين فوتوغرافيين متخصصين منهم من يصور ولا يستهويه مجال الموضة منهم مجال الإعلانات منهم من يحب الطبيعة وغيرها من المواضيع اللي تلقى اهتمام المصور الفوتوغرافي. وشنو هي أبرز اهتماماتك في مجال التصوير؟ أبرز الاهتمامات لأنه لو نشوفه المجال الطبيعي الكوني يعني اللي أبدع فيه الخالق في تكوينه مجال رائع جدا وفائق الخيال. صراحة استهويت المناظر الطبيعية لو نشوفه في خارجات كثيرة جدا استهوي تصوير المناظر الطبيعية ممكن البرية خاصة منها الحيوانات أيضا وإن كان يعني تحس كنا حابين نشوفوا الصور صراحة لخدمتك لكن للأسف ما جبتناش لكن لو يعني جات بسرعة كثيرة يعني للأسف الشديد يعني أنا مدير منصة أو مجموعة خاصة لي في الفيسبوك أنشر فيها يعني كانت وين أنا تمنيت أنه نهبط صور ونجيبهم به الأكيد أنا كي ندير حاجة ماذا بيا يشوفوها الناس كامل جميل. منها تتعلم منها ممكن حتى في النقد أنا أقبل النقد البناء اللي رايح يبنيك خاصة في أساسية التصوير في تكوين الصورة في تأطيرها في انتشار المواضيع أو نقطة جميلة كنت حكيت عليها في هذا الأثناء وهي النشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المصورين الفوتوغرافيين تعرضوا للسرقة بطريقة سهلة وسريعة جدا. هل تعرضت من قبل إلى سرقة لأعمالك من طرف مجهولين أو شباب آخرين؟ صراحة أكيد في مختلف الإعلانات لكنه يعني في بداية كنت أجهل هذه الطرق الملتوية أو الغير القانونية لكن كما نقولوها دائما لازم تخلي الشعار تاعك وين درته لينس برو وين خليته دائما فوق كل حاجة نديرها أنا وين خاصة صور تكون جميلة جدا يعني تضطر انك تدير اللوجو تاعك في وسط الصوره في وسط الصوره اكيد راح تنحي لك شوي من جماليه الصوره لكن انت مضطر لهذا الشيء. نروح ايضا الى نقطه في هذا العالم تحديدا وين شفنا التكنولوجيا اليوم تغاط على الصور وين شفنا الانسان ما عادش ينزل صوره طبيعيه فضروري انه يفوتها على جهاز اعاده الصوره واعاده تصليح الصوره مثل فوتوشوب وغيرها من من التطبيقات اللي راهي اليوم تطغى على الصوره فتنحي الأكيد عيوب الصورة. هل تشوف أمر إيجابي أنه نجوز ولا نفوتوا الصورة على هذه التطبيقات ولا لازم نحطوها كما هي؟ أكيد هو أمر إيجابي للمصور ربما الكل يعترض على هذا الشيء والله يناقضني فيه لأنه المصور عنده نظرة فنية مخصصة أنت تشوف يعني من التصوير من زاوية مختلفة والآخر يشوفه من زاوية مختلفة. أنا عندي نظرة فنية خاصة بي أنا أحب أنت كمشاهد أني نوصل لك هذاك المشهد يعني بجمالية أما النظرة الفنية تاعي أساسية التصوير أو اللي راح نديرها أنا أو حتى في التعديلات سواء ألوان سواء في إطار الصورة في تكوينها هذيك تخص يعني المصور بحد ذاته يعني ماشي كعين المشاهد. ولكن راك حضرت على نقطتين مختلفتين زاوية التصوير شيء وتغيير محتوى الصورة شيء آخر. أكيد يعني لو نشوف هذه الكل بين قوسين يعني تقع على دائما أنا أقول لهم أن وجهة نظر المصور تختلف تماما على وجهة نظر المشاهد. جميل نروح إلى الصور الطبيعية اللي كنت تهدر عليها في هذا الأثناء إلى أي درجة تشوفها ساهمت في الترويج إلى السياحة في الجزائر إن كانت سياحة داخلية ولا حتى سياحة خارجية بالنسبة للأجانب اللي رام يشوفوا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. هل تشوف اليوم أنه شبابنا اليوم المصورين روجوا وساهموا في الترويج إلى الثقافة الجزائرية والسياحة الجزائرية؟
لو نشوفوا حاليا انه جميع صناع المحتوى او المصورين الفوتوغرافيين لديهم كم هائل من المتابعين بالالاف حتى بالملايين، اكيد راح يكون لهم متابعين من الوطن وخارج الوطن، خاصه منصات التواصل الاجتماعي سهلت التواصل من كافه العالم، وهذا شيء ايجابي بالدرجه الاولى، لانه مثلا انا كمصور لدي متابعين من جميع ربوع العالم او الوطن، اكيد لما نخرج في جولة سياحية إلى مكان ما خاصة في ولاية سطيف أو في مختلف الولايات وتبرز معالم تلك الولاية أو معالم تلك المكان أكيد وتنشره، أكيد راح يجي فضول للمتابع تاعك أنه يجي ويقوم بزيارة هذا المكان، وبالتالي تكون ساهمت في الترويج إلى المكان سياحيا وثقافيا. نروح إلى نقطة أيضا اللي من خلالها نشوفوا دور الثقافة، دائما نشوفوا فيها مسابقات للصور الفوتوغرافي، هل شاركت من قبل في مسابقات؟ أكيد أول مشاركة لي أيضا وكانت من دور شباب، من دار شباب سفاري علي بالله، يعني لي سبق وانت وجهت لهم التحية لكافة دور الشباب، وين مديرية الشباب والرياضة يعني تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، دائما كل عام دلنا مسابقة لأولمبياد الشباب تحت اسم أولمبياد الشباب، وين شاركت بها وأول مشاركة لي وين تحصلت ساعتها على المرتبة الأولى ولائيا في أحسن صورة والمرتبة الثالثة في أحسن ومضة إشهارية. جميل جدا. نروح إلى نقطة أخرى وهي سينما الموبايل، وش تقدر تحكي لنا وعلاقتك بسينما الموبايل؟ في بداية الأمر يعني كي نشوفوا مصانع محتوى هي المقولة المترددة دائما، أنا ما عنديش الماتريال المناسب، ما عنديش ممكن الميزانية اللي نصرف بها الأخر. اليوم ما كانش عذر. إيه اليوم ما كانش عذر، عندنا هاتف نقال، يعني الخصائص تاعو في الجودة لا ما توازيش الكاميرا، لكن الفكرة راح تجسد نفس الفكرة اللي تجسدها الكاميرا. أنا حاليا ما نمد عذر لأي صانع محتوى أو لأي واحد موهبة في الإعلام أو في صناعة المحتوى أو في سينما الموبايل أنه يعطيك العذر هذا، لأنه الهاتف لو ترى الآن أنه كثير من صناع المحتوى راهم يخدموا بالهاتف، وأنا شخصيا حتى في التركيب في المونتاج تكون أنت مسافر خاصة ويكون عندك ضيق في الوقت لنشر تلك سهل العمل، الموبايل سهل الموبايل سهل الموبايل، خاصة لو يعني تصور بتتقن أساسية التصوير، أساسية التصوير تخفي عيوب الجودة تاع الهاتف. وعلاش لحد الآن ما نشوفوا الشباب مهتمين بهذا المجال في الجزائر ولو أنه نشوفوا مهرجانات في العالم كله خاصة بسينما الموبايل؟ سينما الموبايل ربما هي ما نقولوش علم، هو مجال جديد في الجزائر ربما في الألفية الجديدة من 2013 وين بدأت تنتشر هذه يعني بتحديثات الهواتف بدأت تنتشر سينما الموبايل، خاصة هي ما نقولوش لا تستهوي شباب، بالعكس الشباب ماهوش متفطن لهذا الميزة اللي راهي في الهواتف تاعهم. أنا شخصيا لما نقعد حتى مع أصحابي في دردشة ويقولوا لي يونس كيف خدمت لا فيديو هذا، كيف راك تسريتي في لا فوتوات، كاين بزاف برامج او بزاف تطبيقات في الاندرويد تساعدنا سواء في عمليه المونتاج سواء في عمليه حتى التصوير، لو نشوفوا في الكاميرا كاين التصوير التلقائي واليدوي في الهاتف ايضا هي تختلف بمعايير الجوده، لكن بمعايير التطبيق بحذافيره توجد نفس الخصائص، يعني توصل المعلومه كما هي وتوصل الفكره وتجسد هل كما هي مبرمجة. يونس شكرا لك وشكرا لزيارتنا في بلاطو الشروق مورنينغ، كلمة ختامية تقولها لكل الناس كل الأهل كل الداعمين. شكرا لك أولا ولهذا المجمع الكريم على هذه الاستضافة، أكيد لا أنسى دائما دعم العائلة، دعم الإخوة أكيد بالدرجة الأولى، دعم كل من ساهم في تطوير هذه الموهبة التي اليوم أمامكم. في الختام أوجه شكري دائما للزميلة والأخت إيمان اللي كانت دائما مساندة ليا، وهي صراحة اللي شجعتني أنه نزوركم في هذا المجمع. شكرا لك ومرحبا بك ومرحبا بكل الشباب المواهب وين ما كانوا داخل أو خارج الوطن.